السلام عليكم هندسة. عليكم السلام باشمهندس محمد احمد حسام. أنا أسامة. ازيك باشمهندس حسام؟ ازي حضرتك؟ أنا كنت بفتح القاعة وبحس إن مفيش حد فاتح، فعشان كده فتحت بالأكونت بتاع المدرب. مفيش مشكلة كبير. طيب أنا هطلع وأدخل بالأكونت بتاعي دلوقتي. لا لا براحتك خالص زي ما انت عايز. ثواني. ماشي انا زي
السلام عليكم، أنا كتبت المحاضرة هيدخل حالا، فإن شاء الله يعني دي كده ندخل بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشمهندس. السلام عليكم أستاذنا فاضل، شو نصحت؟ باشمهندس عمر، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله أستاذنا. احنا جاهزين لو حضرتك حابب تبدأ. طيب ماشي، ثانية واحدة بالظبط. ماشي. الصوت واضح والصورة واضحة؟ الصوت واضح والصورة، ممكن بس تظبط الكاميرا شوية، جاب الجزء اللي فوق بس. كده السكرين موجودة؟ لسه بتظهر. كده ظهرت. طيب ماشي. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا المحاضرة اللي فاتت او الاسبوع اللي فات خدنا شوية اساسيات كده في الـ API، وعرفنا ايه معنى كلمة API، وايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها، وجربنا حاجة صغيرة كده، عرفنا الفرق ما بين الكاتيجوري والفاميلي والتايب والاليمنت او الانستنس، وعملنا ادن صغير كده بسيط بيجيب الانفورميشن بتاعه الاليمنت، يعني بنسلكت اليمنت وبنجيب الانفورميشن بتاعته. طيب النهارده المحاضرة يعني دسمة شوية، هنطبق حاجة يعني حاجة اصعب شوية، بس ان شاء الله مش هيكون صعب ولا حاجة. وعشان ناخد نعمل الحاجة دي هناخد شوية، برضو هنزود شوية انفورميشنز او نوليدج في الريفيتي بي اي، بحيث نقدر نعمل البلوجن اللي احنا عايزين نعمله. طيب احنا عايزين نعمل ايه النهارده؟ عايزين نعمل فلو بلوجن. فلو بلوجن ده عباره عن ايه؟ عباره انا عايز اليوزر يسلكت مجموعه وولز، وبعد ما سلكت مجموعه وولز دي هو يحصل اوتوماتيك ان هو يكرييت فلور في الباوندري بتاعت الوولز دي. يعني لو انا عندي اربع حيطان مثلا عاملين اوضه، لو انا سلكت الاربع حيطان دول يعمل فلور في الاوضه دي. ده اللي احنا عايزين نعمله. ف خلينا كده مع بعض ان شاء الله نشوف ايه اللي هنعمله النهارده. طيب الاجنده بتاعت النهارده هناخد
احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن حاجه اسمها ترانزاكشن وقلنا هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل، فهنبدا بيها. وبعد كده ناخد حاجه اسمها سيليكشن فلتر وفلتر الاليمنت كوليكتور واللوكيشن بتاع الاليمنت، وناخد حاجه اسمها كيرف لوب والفرق بينها وبين الكيرف اري، وبعدين ناخد الميثود بتاعه النيو فلور اللي انا اقدر اكريت بيها او اكريت فلور، وبعد كده نطبق في الاخر ان احنا نعمل الاد اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكريت فلور فروم وولز. طيب يلا بينا نبدا مع بعض. طيب عشان نفهم موضوع ترانزاكشن خلينا نرجع خطوه صغيره لورا. هو الترانزاكشن بشكل عام فايدته ايه؟ فخلينا ناخد مثال كده، هو مثال شهير لو حد بيتعامل مع البنوك، سواء بيدعم فلوس مثلا في البنك او بيسحب فلوس او بيحول فلوس لحد او ان كان الحاجه اللي بيعملها. الصوت يا جماعه واضح؟ في حد كاتب ما فيش صوت؟ لو المشكله عامه الناس تقول. لا تمام يا هندسه، الصوت من عنده هو. طيب مش تمام، حاول زي هيثم ظبط الصوت عندك، واضح ان المشكله عندك انت يعني. خلاص ماشي. طيب فزي ما قلنا المثال بتاع البنك ده يعتبر اشهر مثال بتاع ترانزاكشن. فدلوقتي لو احنا وليكن مثلا فلان عايز يحول فلوس لفلان تاني، ولكن ده مثلا احمد وده حماده مثلا، فاحمد عايز يحول فلوس لحماده، فايه اللي هيعمله؟ ولكن مثلا احمد عايز يحول 1000 دولار لحماده. طيب فهو الاول المفروض تشيك ان هو عنده 1000 دولار او اكتر من 1000 دولار، ان هو مش يقدر يحول 1000 دولار غير لما يكون عنده اكتر من 1000 دولار. طيب فعشان البنك يتشيك الكلام ده فدي اول حاجه هيعملها. طيب بعد كده المفروض يعمل ايه؟ المفروض يسحب ال1000 دولار، يعمل ويزدرو او يسحب ال1000 دولار من الحساب بتاع الشخص الاولاني اللي هو سميناه احمد هنا. طيب وبعد كده المفروض ال1000 دولار اللي اتسحبت دي يحصل لها ايداع او ديبوزيت في الاكونت بتاع الشخص الثاني اللي هو حماده بالنسبه لنا هنا. وبعد كده ينوتيفاي او يبلغ او يدي مثلا اس ام اس مسج او ايميل او ايا كان زي نوتيفيكيشن كده للشخص الثاني ان في ايداع 1000 دولار جاله من الشخص الاولاني. طيب ده هنا حد هنا مفيش مشكله. طيب ايه فكره الترانزاكشن؟ فكره الترانزاكشن بتبان لو حصل مشكله او ايرور في العمليه دي في نص العمليه. يعني مثلا حصل ان احنا عملنا سحب 1000 دولار من الشخص الاولاني، وبعدين حصل ايرور في النص، حصل عطل، حصل اي حاجه ايا كان الايرور اللي هيحصل، وبالتالي اللي النقطه اللي هيكون واقفين عندها بالظبط اللي هيكون، خلينا نعمل بوينتر كده، هنكون المشكله احنا واقفين في النقطه دي في النص، فسحبنا 1000 دولار من الشخص الاولاني ولسه ما عملناش ايداع للشخص الثاني. فلو حصل ايرور والعمليه وقفت ايه اللي هيحصل؟ مش هيكون في ايداع حصل في الشخص الثاني، يبقى احنا سحبنا 1000 دولار من واحد وما عملناش ايداع 1000 دولار الثاني، يبقى ال 1000 دولار دي بقت معلقه في النص، يبقى في مشكله هنا، سحبنا فلوس وما ودناهاش عند شخص تاني. ودي ممكن تحصل، هي حاله نادره ان هي تحصل بس هي ممكن تحصل. طيب ايه الحل؟ الحل هنشوف ويز ترانزاكشن بيكون الموضوع شكله ازاي. نفس المثال او نفس الاكزامبل اللي عايزين ناخده، شخص برضو عايز يحول 1000 دولار لشخص تاني، فبرضو البنك هيتشيك الاول ان هو عنده اكتر من او يساوي 1000 دولار. طيب بعد كده اللي هيحصل هنعمل حاجه زي اسمها ترانزاكشن، اللي هي عباره عن المسار او العمليه اللي هيحصل فيها مجموعه عمليات اللي انا عايز احكمها بالترانزاكشن. فنعمل زي مسار كده او اطار. الاطار ده عباره عن ايه؟ اول حاجه هفتح الترانزاكشن، هعمل ستارت ترانزاكشن كده، ببدا المسار. بعد كده كل الحاجات اللي عايز تخش جوه المسار هكتبها دلوقتي، زي ان انا هسحب ال1000 دولار، وبعد كده هعمل ايداع ال1000 دولار عند الشخص الثاني، وبعد كده هبلغه واعمل نوتيفيكيشن للشخص الثاني ان جاله ايداع 1000 دولار. طيب وبعد كده بعمل كوميت، يبقى انا كده خلاص عملت سبميت او ريجستر للعمليه اللي حصلت. طيب ايه الفكره؟ يعني ايه الفكره في اللي عملته؟ الفكره في ايه بقى؟ ان لو حصل اي ايرور في النص، نفس المثال اللي فات، في الحاله دي كل الحاجات اللي داخل المسار ده اللي انا بوينت عليه بالليزر، كل الحاجات اللي حصلت داخل المسار ده هيحصل لها حاجه اسمها رول باك. رول باك يعني كانسل، يعني كل الحاجات اللي حصلت دي هتتكنسل كلها مره واحده. بمعنى ان يا اما العمليات دي كلها تتم مره واحده كامله، يا اما مفيش حاجه تتم خالص. يعني ما ينفعش ان انا حته تتعمل وحته انا ما تعملش، فالموضوع كله على بعضه بقت حاجه واحده. فيا اما الترانزاكشن ده كله يتم كله، يا اما يكنسل او يحصل له رول باك. فعندي حاجه من الاثنين، يا اما كوميت ان خلاص سيف تشينجز اللي حصلت دي، او رول باك يكنسل كل التشينجز اللي حصل. فانا ضمننا ان حتى لو حصل اي مشكله في النص، في الحاله دي هيحصل رول باك وكل ده هيروح، ولكن حاجه تحصل، اللي مش هيحصل مشكله بتاعت ان حصل سحب من شخص وما حصلش ايداع للشخص الثاني.
فدي فكرة الترانساكشن بشكل عام في كمثال واقعي في حالة البنوك. طيب نيجي بالنسبة للريفتي بي اي، عندي طبعا ترانساكشن، عندي حاجة اسمها ترانساكشن كلاس او الكلاس اللي بقدر اطبق بيه الترانساكشن ده. ده عبارة عن ايه؟ بيقول لي ان هو اي عمليات هتحصل في الريفت مفروض تتم في خلال ترانساكشن، او معنى اي تشينج في الدوكمنت، اي حاجة هتحصل في الموديل او حاجة هتتغير في الموديل لازم تتم خلال ترانساكشن، عشان نفس الفكرة قلناها من شوية يضمن بيها ان الحاجات دي اما تتم كلها مرة واحدة اما ما تتمش. ليه؟ ان انا ممكن اكون بعدل في اليمنت وحصل ايرور في النص والتعديل ما خلصش. في الحاله دي الاليمنت مثلا ممكن يحصل له حاجه غلط، ممكن يكون عملت فيه حاجه وما كملتهاش، فهو مش عايز ده يحصل، هو عايز يا اما الحاجه تتم كلها على بعضها الامر كله يا اما ما يحصلش حاجه. فهو هنا بيقول لي بعض الكونديشنز المفروض انا احافظ عليها، المفروض ما يكونش فيه اكتر من ترانزاكشن واحده مفتوحه في نفس الوقت، يعني وان اكتيف ترانزاكشن في نفس الوقت. الحاجه الثانيه بيقول لي ان بعد ما الحاجات تخلص بيعمل حاجه اسمها كوميت، زي ما قلنا من شويه بيسيف التغيرات اللي حصلت في الموديل عشان تبقى بارت من الموديل او الدوكمنت الجديده. الحاجه الثالثه بيقول لي ان اي تغيرات حصلت في الترانزاكشن، لو انا الترانزاكشن ده حصل فيه ايرور او انا عايز اكنسل كل الكلام ده، بعمل حاجه اسمها رول باك عشان يشيل كل التغيرات اللي حصلت ويرجع للموديل قبل بدايه الترانزاكشن، يرجع للحاله بتاعت قبل بدايه الترانزاكشن. طيب عايزين نقول كمان، عايزين نقول ان هو هنا بيقول لي ايه، هنا بيقول لي في الكود المفروض او الطبيعي ان الترانزاكشن دي بتتقفل وتتفتح لوحدها، يعني هو لو حصل اي ايرور في النص الترانزاكشن المفروض يحصل لها رول باك بشكل تلقائي، يعني حاجه اسمها الدستراكتور لو حد يعني متعمق في موضوع الاو او بي او الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هيبقى فاهم الدستراكتور ده، ان الموديل او الاوبجكت لما بينتهي او ما بيبقاش خلاص ليه وجود بيحصل ديسبوز ليه، او ان هو بيعمل رول باك وبالتالي الاوبجكت ده بينتهي تلقائيا. بس في نفس الوقت هو انا بيريكومند ان انت تعمل الكوميت وتعمل الرول باك ده بشكل اكسبليسلي، يعني انت بنفسك تعملهم بشكل مانولي، حتى لو هو هيعملهم بس هو اضمن ان انت تعملهم بشكل مانولي، وهيبان الكلام ده في الكود كمان شويه لما نيجي نطبق على الترانزاكشن. طيب عندي بعد كده ترانزاكشن كلاس فيه 3 ميثودز. الميثود الاولاني اللي هي الستارت، اللي هو انا افتح الترانزاكشن زي ما شفنا في المثال بتاع البنك، كان في حاجه اسمها ترانزاكشن، حاجه اسمها كوميت ان انا بسيف الشينج، وحاجه اسمها رول باك لو انا عايز ارجع في الحاجات اللي حصل. فاول حاجه الستارت، ثاني حاجه الكوميت ده في كل الشينج اللي حصلت في الموديل نتيجه الترانزاكشن ده. ثالث حاجه طبعا بالتاكيد هتكون الرول باك اللي هو بيروح او بيكنسل اي تشينج حصل في الموديل في وقت الترانزاكشن. عايزين نقول كمان ان في حاجه اسمها ترانزاكشن مود. ترانزاكشن مود ده عباره عن ايه؟ احنا لو نفتكر المره فاتت لما جينا نعمل الادن بتاع الجيت انفورميشن بتاع الاليمنت، كنا قلنا ان في ترانزاكشن مود حاجه اسمها مانوال وحاجه اسمها ريد اونلي. احنا ساعتها عملنا ريد اونلي وما قلناش ليه. النهارده هنقول الفرق ما بين ريد اونلي وما بين المانوال. ريد اونلي ده لو انا مش هعمل اي تغيير في الموديل، بمعنى ان انا مجرد بس هقرا الموديل، اونلي ريد فروم الموديل او ريتريف انفورميشن فروم الموديل، مجرد انا بجيب بيانات من الموديل لكن مش غير في حاجه، لا هعمل كرييت لحاجه ولا هعمل ديليت لحاجه ولا ابديت لحاجه ولا موف ولا كوبي ولا اي حاجه. بمعنى اصح ان اللي هيفتح الموديل قبل ما انت تعمل الحاجه دي هيفتحه بعدها مش هيلاقي فيه تغيير، مش هيحس باي فرق. كل الفرق ان انت خدت انفورميشن موديل لكن هي ما غيرتش في الموديل نفسه، وبالتالي هنا اعمل ريد اونلي، مجرد انك هتعمل ريد من الموديل. تاني حاجه هو عكس اللي احنا قلناه دلوقتي، هو المانوال. في الحاله دي انا بفتح الترانزاكشن وبقفله بنفسي، وفي الحاله دي انا بعمل تشينج في الموديل، بعمل تغيير في الموديل، يعني بعمل موف، بعمل كرييت، بعمل ابديت، بعمل ديليت مثلا للفلور او وول او ايا كان. بمعنى اصح نختصر الكلام اللي فات قلناه على الترانزاكشن، الترانزاكشن فائدته ان انا اضمن ان مجموعه حاجات معينه تحصل يا اما كلها مع بعضها يا اما ما يحصلش حاجه خالص. الحاجه الثانيه ان انا عندي ريد اونلي، ده لو هعمل ريتريف او هجبت انفورميشن من الموديل من غير ما اغير في الموديل. وتاني حاجة المانوال، لو انا هغير في الموديل لازم اخلي الترانزاكشن مود مانوال. طيب تاني حاجة عايزين نتكلم عليها حاجة اسمها سيليكشن فلتر. ايه سيليكشن فلتر؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا وقلنا ان انا لما باجي اعمل سيليكت لحاجة، لما كنا مثلا بنسيليكت دور عشان نجيب الانفورميشن بتاعت الدور او ايا كان الاليمنت، كنا بنختار يعني لو جيت تعمل سيليكشن كان ممكن يعمل سيليكشن لاي حاجة، دور ويندو اي حاجة. طيب فرضا انا عايز اخلي اليوزر في فلتريشن في عمليه سيليكشن، يعني ما يقدرش يسيلكت
غير مجموعة حاجات معينة، أو يسلكت حاجات وحاجات لأ. هعمل كده إزاي؟ يبقى هعمل فلتر في السلكشن. عشان أعمل فلتر في السلكشن المفروض إن أنا أمبليمنت أو أطبق انترفيس اسمه أي سلكشن فلتر. وإحنا خدنا المرة فاتت فكرة الانترفيس، اتكلمنا على الأي إكسترنال كوماند، وإن أنا عشان أطبق الأي إكسترنال كوماند كنت بعمل امبليمنت ليها وبشوف الميثودز اللي جواها اللي هي زي الإكسكيوت وأعملها. نفس الفكرة هنا، عشان اخلي اليوزر يسلكت حاجه ويكون فيه فلتر، يعني يكون فيه فلتر للاوبجكت ديورنج سلكشن، لازم اطبق حاجه اسمها اي سلكشن فلتر، وهنتكلم عليها كمان شويه في الكود برضو بالتفصيل. طيب بعد كده خلاص انا عملت الامبلمنت بتاع الانترفيس اللي هو الاي سلكشن فلتر، المفروض بعد كده انا اعمل البيك اوبجكت. احنا خدنا الميثود المره فاتت اللي هي البيك اوبجكت، هنا هناخد ميثود اسمها بيك اوبجكتس الجمع، يعني اختار اكتر او سيلكت اكتر من اوبجكت يعني او اكتر من اليمنت. بديه الاوبجكت تايب اللي هو مثلا اليمنت او ايدج او فيس او ايا كان، وبديله الفلتر اللي هيسلكت بيه. يبقى هو هنا ان هو هيعمل مالتيبل اوبجكت او هيسلكت مالتيبل اوبجكت، بس في نفس الوقت هيكون في كاستم فلتر. يعني اليوزر هو جاي سيلكت، لو هو مثلا انا خليته سيلكت مثلا الوردز بس، لو جه سيلكت اي حاجه ثانيه مش هيرضى يسلكت، هو هيديله ان هو ما عندوش الامكانيه ان هو يسلكت غير الوول. دي فكره السلكشن فلتر، وهنستفيد بها في التطبيق بتاع النهارده، فلازم كنا نشرحها في الاول. طيب عندي حاجه ثانيه اسمها فلتر دي اليمنت كوليكتور. ايه الفلتر اليمنت كوليكتور؟ الفلتر دي اليمنت كوليكتور ده لو انا عايز اجيب حاجه من الموديل بس افلترها الاول بناء على مجموعه كونديشنز انا بدالها. معنى ايه؟ يعني انا عايز مثلا اجيب كل الوولز اللي في الموديل. طيب هنا في فرق عشان الناس ما تتلخبطش ما بين ده وما بين السلكشن فلتر. السلكشن فلتر انا بفلتر عشان اخلي اليوزر يسلكت حاجه، هو جاي يسلكت الحاجه من الموديل وليكن الاليمنت اللي عايز نعمله سلكشن ده، مش هيبقى عنده امكانيه يسلكت غير الحاجه اللي انا مديله الفلتر عليها. ده كده بالنسبه للسلكشن فلتر. طيب بالنسبه للفلتر اليمنت كوليكتور، ده ملوش علاقه خالص بالسلكشن، ده بشكل عام انا كديفلوبر بجيب حاجه من الموديل، بجيب مثلا كل الوولز، بجيب كل الفلورز، بجيب كل الدورز، وانا عايز سلكتهم، عايز اجيب كل الدورز اللي في الليفل الاولاني، يبقى انا في كونديشن معين عايز اجيب بيه او اكولكت الداتا من الموديل، مش سلكت لليوزر. ده الفرق ما بين السلكشن فلتر وبين الفلتر اليمنت كوليكتور. هو بيكولكت الحاجه عشان بعد كده هيعمل عليها مجموعه عمليات، وليكن مثلا انا هجيب كل الدورز اللي في الليفل الاولاني عشان بعد كده اغير اسمها، عشان بعد كده هعمل لها موف، عشان بعد كده هعمل ايا كان. دي ملوش علاقه خالص بالسلكشن بتاع اليوزر. وهنا بيقول لي ان لازم الشرط بتاع فلتر ديمن كوليكتور ان انا على الاقل اديها كونديشن، على الاقل كونديشن واحد. يعني انت عايز تكوليكت ايه؟ يعني مثلا عايز سلكت الحاجه اللي من نوع وول، ده شرط. عايز سلكت الحاجه اللي من نوع فلور، ده شرط، وهكذا. ممكن يبقى في اكتر من شرط، يعني اقول له هات لي كل الوولز، ده اول شرط، وفي نفس الوقت اللي يكونوا في الدور الاول، ده ثاني شرط. تالت حاجه اللي يكون الهايت بتاعها مثلا كذا، يبقى في كذا شرط، بس على الاقل لازم يكون في شرط واحد. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها الاليمنت لوكيشن. الاليمنت لوكيشن باختصار احنا قلنا الانستنس من اي اوبجكت او من اي اليمنت ليه لوكيشن. يعني هو انا عملت خلاص اخترت الدور وعملت موديلنج للدور على الريفت، فالدور ده يتحط في مكان معين، فالمكان او البوزيشن الموديل او الاليمنت ده محطوط فيه في الموديل ده اللوكيشن بتاع الاليمنت. طيب الفكره بقى ان هنا ان حسب النوع بتاع الاليمنت عندي حاجه اسمها بوينت لوكيشن وعندي حاجه اسمها لاين لوكيشن. حسب هو الاليمنت ده بوينت بيزد ولا لاين بيزد. بمعنى ايه؟ معنى وليكن مثلا التيبل ده، وليكن مثلا ده فاميلي، انا بعمل كومبوننت عباره عن تيبل، فبعمل بليس للفاميلي ده في الريفت، او بحط موديل بتاع الفاميلي بتاع التيبل في الريفت. فالمفروض ان انا بحط الفاميلي بحطها في نقطه معينه، النقطه دي هي اللي ماسكه التيبل. لو انا جيت عملت موف للتيبل بعد كده او اي كان، هو ده البوينت، اكنه بالظبط كده حاجه شبيهه للسي جي بتاع التيبل او المكان اللي ممسوك منه التيبل. طيب بالنسبه لللاين لوكيشن حاجه مثلا زي الوول. الوول لما انا باجي ارسم وول، هل برسمها بنقطه؟ لا، اللي بيجي يرسم او بيعمل موديل للوول على الريفت هو بيعمل الخط اللي الوول هيحصل له اكستروجن او يحصل له اكسترود، مع ان هو هيبقى منطبق على الخط ده بارتفاع معين حسب ارتفاع الدور او ايا كان. طيب عشان الموضوع ده يوضح خلينا برضو ناخد المثال بتاع التيبل وبتاع الوول بشكل اوضح. انا عندي الفاميلي بتاعت التيبل زي ما شايفينها كده بالظبط. دلوقتي
الفاميلي دي انا عملت لها بليز، المفروض البليز ده معمول في نقطه معينه اللي هي ممسوك منها الاليمنت بتاع التيبل، فدي النقطه اللي ممسوك منها الاليمنت دي كده بالنسبه لي اسمها لوكيشن بوينت او نقطه التمركز بتاعه او نقطه المركز بتاع العنصر ده. طيب بالنسبه للوول، انا الوول لما باجي ارسمه انا مش برسمه بنقطه، انا برسمه بخط، والخط ده بيحصل اكستروجن اللي هو الارتفاع حسب ارتفاع الدول او ارتفاع الوول اللي انا هرسمه. فبيبقى عندي الخط اللي انا برسم عليه الكيرف او اللاين بتاع الوول ده اسمه لوكيشن كيرف. طيب ممكن حد هنا يقول هو اسمه لوكيشن كيرف ولا اسمه لوكيشن لاين؟ لا هو اسمه لوكيشن كيرف. طيب هو اللاين اصلا عباره عن كيرف، اللاين عباره عن كيرف بس كيرف خط مستقيم يعني مش منحني، وبيتكون من نقطتين بس، نقطه بدايه نقطه نهايه، لكن هو في الاخر اللاين ده نوع من انواع الكيرف. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها الكيرف لوب. الكيرف لوب ده باختصار عباره عن سلسله متتاليه من الكيرفز، زي ما هو كاتب كده chain of curves. يعني انا عندي كيرف، خلينا نرسم مثلا بشكل عشان يوضح بالظبط عايزين نعمل ايه. انا عندي خط كده والخط الثاني بعده والخط الثالث بعده وهكذا، يبقى انا كده في سلسله ورا بعضها من الكيرفات، كيرف اولاني الكيرف الثاني الكيرف الثالث. طيب هل في شروط؟ في شروط عشان نقول على الكيرف لوب ده ان هو كيرف لوب. طيب في شويه الشروط، الشروط دي عباره عن ايه؟ اول شرط ان يكون كونتينوس، يعني اللي انا سنده ده كونتينوس، هو متصل مع بعضه، يعني ما ينفعش ان انا اقول على ده كيرف لوب، ادي خط وادي خط وادي خط، ده كده مش كيرف لوب، ان مفيش اتصال ما بين الكيرف ده والكيرف ده، مفيش اتصال ما بين الكيرف ده والكيرف ده، يبقى لازم عشان اقول عليه كيرف لوب يكون في اتصال ما بين النقط وبعضها ويكون كونتينوس. طيب تاني حاجه بيقول لي ممكن يكون كلوزد او اوبن، ممكن كلوز ده اوبن، الاثنين صح، يعني كده اوبن صح مفيش مشكله، وممكن يكون الكيرف لوب بالشكل ده كده، ده صح برضه، بمعنى ان نقطه البدايه هنا مش شرط تكون نفسها نقطه نهايه عادي، وهنا نقطه البدايه هي نفسها نقطه نهايه، سواء كلوزد او اوبن الاثنين يعتبروا كيرف لوب مفيش مشكله. طيب ثالث حاجه بيقول لي ما يكونش في انترسكشنز ما بين خطوط او الكيرفز ببعضها، يعني ما ينفعش يكون في خط كده والثاني كده والثالث مثلا كده، ما ينفعش يبقى في تداخلات او انترسكشن ما بين الخطوط، يعني يا اما هيكون الحاله دي يا اما هيكون الحاله دي، ان هم يكونوا متصلين مع بعضهم سواء كلوزد او اوبن بدون ما يكون في تقاطعات ما بينهم. طيب الكيرف لوب ده عشان لو حد اكيد معظمنا اشتغل على اوتوكاد او نظام بشكل عام كده، فكره البلو لاين، انت عندك خط وخط مثلا تاني وخط تالت، فلو انت التلات دول مرسومين ورا بعضهم كشين او سلسله ورا بعضها ممكن تستخدمهم بالبولو لاين، يعني انت كده يعتبر اكنه الكيرف لوب بالنسبه للريفت. طيب عشان اعمل كيرف لوب في الريفت يبقى واي، عندي ميثود اسمها كرييت. كرييت دي في اكتر من طريقه ان انا اعمل بيها كرييت للكيرف لوب، منهم مثلا ان انا ادي له الليسته بتاعه الكيرف، يعني الكيرفز، يعني انا مثلا عندي كيرف كده كيرف كده وكده، اقول له والله خد الكيرف الاولاني والثاني والثالث وخليهم لي حاجه واحده، او خليهم لي كيرف لوب متصل ببعضه، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه ان انا اقول له كرييت فيا كوبي، يعني نفس الكلام ده بس انا عندي كيرف لوب موجود اهو، هقول له اعمل لي نسخه ثانيه منه، يعني انا النسخه الثانيه دي بعد كده ممكن اعدل فيها انقلها اعمل فيها التعديل اللي انا عايز اعمله. طيب تالت حاجه ممكن اقول له كرييت فيا اوفست، يعني انا عندي الكيرف لوب موجود وعايز اخد اوفست من الكيرف لوب ده، يعني عايز نفس الكيرف لوب ده اخده اوفست من ناحيه مثلا، يبقى هو خد نفس الكيرف بس عمل له اوفست او عمل له كوبي في اتجاه الشمال ولكن مثلا 1 متر. طيب عندي اوفرلود تاني من الميثود بتاع كريت فاي اوفست، اوفرلود معناها ان انا نفس الميثود بنفس الاسم بس في حاجه اختلاف معينه في الفانكشن اللي بتعملها، او في وظيفه او حاجه زياده بتعملها او مختلفه عن الاولانيه. طيب ايه الفرق بين الاولانيه والثانيه او الميثود الاولى والثانيه؟ الميثود الثانيه الفرق ان انا الاوفست ديستانس دي ممكن تكون مختلفه لكل كيرف، بمعنى ان انا لو عندي كيرف لوب بالشكل ده مش شرط ان انا اخليهم كلهم اوفست في اتجاه واحد وبنفس القيمه، لا ممكن اقول له مثلا اعمل لي الكيرف الاولاني ده في اتجاه اليمين متر، الكيرف الثاني في اتجاه مثلا تحت متر، يبقى هيبقى تحت الثاني، الكيرف الثالث اتجاه الشمال مثلا متر برضو، يبقى انا عملت
شبه او اوفست للكيرف لوب، بس كل واحد باوفست معين مش، لكن الفرق ما بينه وبين الاولاني او الميثود الاولى ان هو اوفست واحد ثابت لكل الكيرف. في الحاله دي انا بدي له الكيرف لوب وبدي له الليسته بتاعه الاوفست او قيم الاوفست بتاع كل كيرف، وهنا لازم طبعا يكون السايز او العدد بتاع الاري اللي فيه الكيرف لوب هو نفسه السايز بتاع الاوفست ديستانس. يعني لو عندي مثلا 3 كيرفات، كيرف اولاني كيرف الثاني والكيرف الثالث، لازم اديله 3 مسافات الاوفست، كل كيرف ليه المسافه بتاعه الاوفست بتاعته. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها الكيرف اري. الكيرف اري ده الفرق بينه وبين الكيرف لوب. الكيرف لوب ده قلنا سلسله متتاليه من الكيرف. طيب الكيرف اري ده مجرد اري، يعني مصفوفه بتضم مجموعه كيرفز ورا بعضها عشان اعمل عليها مجموعه من العمليات. يعني مفيش اي فكره فيها، بس الفكره ان هي بتجمعهم مع بعض، فهي عباره عن اري كونتينز كيرفز. في تو ميثودز ممكن اقدر استخدمهم. ميثود اسمها ابند، ان انا اضيف كيرف للاري دي. يعني انا عندي اوريدي اري موجوده فعايز اضيف كيرف ليها، بعمل ابند بينضاف في اخر الاري، يعني في اخر عنصر بضيف بعدها كيرف. عندي ميثود ثانيه اسمها انسرت. الفرق ما بينها وبين الابند انا بضيف برده عنصر، بس انا في الحاله دي ممكن اقول له ضيف للعنصر ده في قبل عنصر معين. يعني مثلا عندي الاري دي ولكن الاري اهي فيها كيرف وفيها كيرف تاني وفيها كيرف تالت، انا عايز اضيف الكيرف ده بس عند العنصر رقم 2، يعني عايز اضيفه في الحته دي مش هضيفه في الاخر. في الحاله دي هيوسع مسافه للكيرف ويضيفه وبعد كده يكمل بقيه الاري ورا بعضها. يبقى الفرق بين الابند والانسرت، ابند بيضيف في اخر الاري، انسرت بيضيف في اندكس معين او في مكان معين داخل الاري. طيب بعد كده عندي، قبل ما ندخل على الجزء التطبيقي هو الجزء النظري ممكن يكون طول شويه بس هو ده لازم اساسيات نعرفه عشان نعرف نطبق اللي عايزين نعمله النهارده، الميثود بتاعت نيو فلور اللي هي بقدر بيها اكرييت فلور في الموديل. طيب الميثود دي ممكن اعمل كرييت فلور باكتر من طريقه. الطريقه اللي هنستخدمها النهارده ليها اكتر من بارامتر، 4 بارامتر. اول بارامتر بياخد البروفايل بتاع الفلور اللي هو عباره عن كيرف اري، بمعنى انا لو جيت ارسم او اعمل موديل للالمنت فلور في الريفت هتلاقي ان انت لو جيت تعمل سكتش للفلور ده المفروض تديله المسار الفلور هترسم فيها، ولكن مثلا هترسم مسار في السكتش بالشكل ده هتلاقي رسم فلور داخل المسار ده، يبقى انا لازم اديله مجموعه الكيرفز او الكيرف اري اللي هيرسم فيها الفلور، عشان كده بنسميه البروفايل بتاع الفلور. تاني حاجه بديله نوع الفلور، يعني هل الفلور دي مثلا من نوع مثلا جينيريك 200 مللي ولا جينيريك 300 مللي ولا 150 مللي ولا ايا كان، حسب نوع السلاب او نوع الفلور اللي انا عايز ارسمه. لو ما اديتوش نوع الفلور هيرسم بالديفولت تايب اللي هي موجوده داخل الريفت ايا كان الديفولت تايب دي حسب الموديل اللي انت بتستخدمه. طيب بعد كده هيرسم الليفل اللي الفلور هيترسم فيه، يعني هل في الليفل الاولاني ولا الليفل الثاني ولا ايا كان الليفل اللي هيترسم فيه. رابع حاجه بديله نوع الفلور، هل هي structural ولا architectural. لو انا عايز اقول ان هي architectural بديله البوليان او القيمه بتاعتها بفولس، يبقى هي كده بقت architectural يعني مش structural. لو انا عايز اخليها structural بديله true، يبقى هو هنا زي ما بتيجي ترسم برضو او تعمل موديل لبلاطه على الريفت بيبقى عندك فوق بيبقى عندك يا اما تستخدم structural floor يا اما architectural floor. دي نفس الفكره بالظبط، لو انا استخدم structural هديله true، لو انا استخدم architectural هديله false. عشان نبدا نشتغل على الادن اللي عايزين نعمله عايزين ناخد كده الخطوات بتاعه الحاجه اللي عايزين نطبقها. احنا عايزين نعمل ايه؟ قلنا عايزين سيلكت مجموعه وولز، اليوزر يسيلكت مجموعه وولز، وبعد ما سيلكت الوولز دي يحصل كرييشن لفلور حسب الباوندري او المحيط بتاع الوولز دي. طيب اول حاجه خلينا نقسم الشغل عشان لما نيجي نحل اي مشكله المفروض نقسمها مجموعه مشاكل صغيره عشان نعرف نحلها بشكل ابسط. فاول حاجه خلينا ناخد الجزء الخاص بالوولز. اول حاجه انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اتشيك الاول ان اليوزر ما يقدرش يسلكت غير وولز، لان انا ولكن مثلا الموديل فيه عناصر كتير جدا والموديل فيه حاجات مزدحمه والكلام ده كله، فانا جيت سلكت حاجات ممكن ياخد معاها الدور فممكن يحصل مشكله. انا عايز سلكت بس الوولز عشان يبقى دقيق في السلكشن. طيب ايه اللي احنا خدناه سواء النهارده او المره اللي فاتت اللي اقدر اخلي بيها ان هو يسلكت الوولز بس؟
زي ما قلنا من شويه الاي سيليكشن فلتر انترفيس. يبقى اول حاجه ان انا المفروض اطبق الاي سيليكشن فلتر انترفيس اخليه سيلكت فقط الوورد من الموديل. دي اول خطوه عشان نعمل بيها الادل اللي عايزين نعمله بتاع الفلور. طيب تاني خطوه بعد ما خلاص عملت فلتريشن عشان يعمل سيليكشن للوردز يسيلكت الوردز خلاص، يعني هو يعمل بيك اوبجكتس للوردز. طيب ايه الميثود او ايه الحاجه اللي خدناها ممكن تعمل سيلكت او اليوزر يسيلكت بيها حاجه من الموديل؟ احنا قلنا ان في حاجه اسمها يو اي دوكمنت من المحاضره اللي فاتت، وحاجه اسمها الدوكمنت. قلنا اليو اي دوكمنت دي الحاجات اللي فيها تفاعل مع اليوزر زي السيلكشن، والدوكمنت الحاجات الخاصه بالاليمنتس الداتا كاليمنتس. يبقى المفروض لو هسيلكت حاجه المفروض اقول له يو اي دوكمنتس دوت سيلكشن دوت بيك اوبجكتس. وخدنا الميثود دي المره اللي فاتت، كنا خدنا البيك اوبجكت لو هنسيلكت اليمنت واحد لما كنا بنسيلكت الدور. المره دي هناخد البيك اوبجكتس يعني بيسيلكت اكتر من عنصر، لان انا عايز سيلكت اكتر من وول مش وول واحده بس. طيب الخطوه اللي بعد كده بعد ما عملت فلتريشن للوولز وبعد ما عملت سيلكت للوولز، الكلام الوورد دلوقتي ده هو ده اللي هنطبقه دلوقتي على الكود. بس انا بحاول ان انا اجمع خطوات عشان الناس واحنا رايحين نعمل الكود نكون فاهمين احنا بنعمل ايه، او ما نكونش تايهين من بعض، يكون الدنيا منظمه. طيب بعد ما سلكت الوردز عايز اجيب الكيرفات او الكيرفز بتاعت الوول. ليه؟ لان انا المفروض ان انا الكيرفز دي بعد كده هعملها كيرف لوب، وبعد كده هعملها كيرف اري عشان اديها للميثود بتاعت النيو فلور، بحيث ان هو يرسم البروفايل بتاع الفلور حسب الكيرفز بتاعت الوول. يعني هو احنا عايزين نرسم اصلا الفلور في الباوندري او المحيط بتاع الوول، يبقى انا لازم اجيب الاول الكيرفز بتاعت الوول. طيب احنا قلنا الكيرفز دي ممكن اجيبها منين؟ قلنا ان في حاجه اسمها الاليمنت لوكيشن. اللوكيشن ده يا اما بوينت يا اما لاين او كيرف او ايا كان الاليمنت. فانا لو جيت على الوول هتلاقي في حاجه اسمها وول دوت لوكيشن. اللوكيشن ده بالنسبه للوول، الوول يعتبر لاين بيزد اليمنت او كيرف بيزد اليمنت، وبالتالي هيعتبر لوكيشن كيرف. يبقى انا كده بجيب الكيرف بتاع الوول. طيب بعد كده هجيب ايه؟ بعد كده هجيب الاوفسيتس. طيب انا هجيب الاوفسيتس ليه؟ لان انا عندي لو جينا قلنا مثلا ادي الكيرفز بتاعت الوول. طيب انا دلوقتي وليكن ده دي الاربع حيطان اللي عندي. طيب انا عايز ارسم الفلور. الفلور هرسمها وليكن مثلا في المسافه الداخليه او المحيط الداخلي بتاع الوول. يبقى انا المفروض ان اخد اوفست يعني السنتر لاين بتاع الوولز، وليكن دي السنتر لاين زي كده بتاع كل وول، فان انا هاخد اوفست نص المسافه بتاعت العرض بتاع الحيطه. يعني لو الحيطه مثلا عرضها وليكن 200 مللي يعني 20 سنتي، المفروض ان انا اجي 20 على 2 يعني اخد 10 سي وارسم بتاع الفلور او البروفايل بتاع الفلور. نفس الكلام هنا هاخد 20 على 2 يعني 10 وارسم الباوندري. نفس الكلام من الاتجاه ده، نفس الكلام من الاتجاه ده، من اربع اتجاهات او حسب عدد الوولز. يبقى انا المفروض اخد اوفست من كل كيرف بتاع وول عباره عن المسافه اللي هي بتاعت الويدث بتاع الوول على 2 او نص مسافه العرض بتاع الوول. طيب عندي بروبرتي او حاجه داخل الوول اسمها وول دوت ويدث اللي هي العرض بتاع الوول. هم على 2 جبت نص العرض اقدر اخليها هو ده الاوفست بتاع الوول. طيب بعد كده انا خلاص جبت الكيرفز بتاعت الوول وجبت الاوفسيتس. كان فاضل لنا حاجه، احنا كنا بنيجي نعمل وول كنا بنيجي نعمل فلور كنا مديله الكيرف اري، كنا مديله الاوفسيتس، كنا مديله الليفل اللي عايزين نرسم فيه. طيب فانا عايز عشان اجيب الليفل الاول لازم اتشيك ان هل الوولز دي كلها اللي معمول لها سيلكشن هل في نفس الدور ولا لا. ما هو ممكن يكون واحد بيسلكت حاجه من ال3 دي في الليفل الاول وول في الليفل الثاني وول في الليفل الثالث، هو جاي بيسلكت الثلاثه، فما يجي يرسم فلور مش يرسم فلور، لان الفلور لازم تبقى عايز يرسمها في دور في ليفل واحد. فالاول تشيك الايكواليتي او ان الليفلز كلها متساويه. فعشان تشيك ان الليفل كلها متساويه في حاجه اسمها وول دوت ليفل اي دي، بيجيب الاي دي بتاع الليفل. بعد كده المفروض ان انا تشيك بتاع الاي دي بتاع كل ليفل بتاع كل وول، لو هما بيساووا بعض يبقى انا كده الوولز اللي حصل لها سيلكشن دي كلها نفس الليفل، اللي بقدر ارسم الفلور. طيب يبقى كده دي الحاجات اللي عايزين نعملها الخاصه بالوولز. طيب الحاجات الخاصه بالفلور بعد ما خلصنا الجزء بتاع الوول عايزين نرسم الفلور، نرسمه ازاي؟ اول حاجه هنعمل كرييت لكيرف لوب ويز الاوفست، يعني بناء على الاوفست اللي احنا جبناه من كل كيرف بتاع الوول في الخطوه اللي فاتت هنعمل كرييت كيرف لوب. طيب هنعمله ازاي؟ قلنا ان في حاجه اسمها الكيرف لوب
دوت كرييت فيا اوفست اللي هو هيديله مجموعه الكيرفات بتاعه الوول ويديله الليست بتاعه الاوفسيتس هو يرسم كيرف لوب بالاوفسيتس بتاعه المسافات اللي احنا اديناها له. طيب تاني حاجه هيعمل كيرف اري يضيف فيها او يابند كل كيرف من الكيرف لوب في الاري عشان الفورمولا لما نيجي نرسمها بيبقى مطلوب ان هي تاخد بارامتر كيرف اري. يبقى هنعمل كيرف اري دوت ابند. طيب تالت حاجه هنجيب الليفل بتاع الفلور اللي احنا عايزين نرسم في الفلور المفروض هو نفسه الليفل بتاع الوولز. يبقى انا بعد ما عملت تشيك على ان مجموعه الليفلز بتاعه الوولز كلها نفس الليفل اقدر اجيب الليفل وارسم فيه الفلور. طيب الليفل هجيبه منين؟ احنا قلنا اليو اي دوكمنت لو هعمل سيلكشن لحاجه والدوكمنت لو هجيب داتا من الموديل. يبقى انا عشان اجيب داتا الموديل هقول له دوكمنت دوت جيت اليمنت وخدناها المره اللي فاتت. يبقى انا هديله الاي دي بتاع الليفل هيجيب الاليمنت اللي هو الليفل نفسه عشان اقدر بعد كده استخدمه. طيب بعد كده عايز اجيب الفلور تايب اللي هرسم بيه. يعني عايز اقوله مثلا ارسم لي البلاطه اللي هي 20 سنتي او البلاطه 150 اللي هي سوري 20 سنتي او 15 سنتي او ايا كان البلاطه اللي عايز ارسم بيها او الفلور اللي هرسم بيها. يبقى المفروض ان الاول اجيب التايب بتاع الفلور. طيب احنا خدنا ايه النهارده او المره اللي فاتت؟ الحاجه اللي اقدر اجيب بيها او اجيب بيها داتا من الموديل بفلتريشن معين. يعني اقدر افلتر الموديل واجيب منه حاجه معينه زي ما احنا خدنا النهارده من شويه كده. خدنا الفلتر ده اليمنت كوليكتور ده عباره عن ان احنا بنجيب او بنكوليكت حاجه من الموديل بس بدون سيلكشن. ده الفرق ما بينه وبين السيلكشن فلتر. فانا عشان اعمل حاجه زي كده هقول له فلتر اليمنت كوليكتور وادي له الكونديشن ان الحاجه اللي اعمل لها يجيب كوليكت بتاعها هي الفلور اللي مثلا اسمها كذا او الويتس بتاعها كذا حسب الكونديشن اللي عايزين نعمله. طيب بعد كده انا عايز اجهز الموديل ان انا اعمل فيه تشينج. يعني عايز اغير في الموديل ان انا هبدا ارسم. طالما هعمل ابديت في الموديل او تشينج يبقى المفروض انا اعمل ايه؟ ايه الحاجه اللي خدناها اللي تخلينا نعمل تشينج في الموديل؟ المفروض ان احنا نعمل ترانزاكشن. ان اي حاجه تغيير في الموديل لازم اعمل ترانزاكشن. طيب اخر خطوه ارسم الفلور بقى. اعمل كرييت للنيو فلور. يبقى الميثود بتاعه دوكيمنت دوت كرييت دوت نيو فلور ارسم بيها الفلور. طيب احنا كده عرفنا ايه الخطوات اللي المفروض نعملها عشان نبدا نشتغل على البلاج اللي عايزين نعمله او الادن اللي عايزين نعمله. وانت بشكل عام لما تيجي تعمل اي كود او اي حاجه حاول تفكر في الموضوع بشكل خطوات في الاول وبعد كده تبدا تقسمها خطوات صغيره تبدا تشتغل على الكود عشان انت لما تعمل كده غالبا المشاكل هتقل معاك وانت شغال. طيب عايزين نبدا نطبق على الفيجوال ستوديو ونبدا نشوف الكلام اللي قلناه النهارده ده ممكن نطبقه ازاي. تعالوا نروح كده مع بعض على الفيجوال ستوديو. طيب خلينا نخلي الخطوات دي على جنب كده عشان تبقى جنبنا عشان نبقى عارفين احنا الخطوات اللي احنا بنعملها. ده كده الموديل بتاع المره اللي فاتت. احنا كنا عملنا الجيت اليمنت انفو اللي هو كنا بنجيب البيانات بتاعه الاليمنت اللي انا بعمل له سيلكشن. طيب لو احنا خلينا نعمل ده كده على جنب عايزين النهارده نعمل ايه؟ عايزين نعمل الكرييت فلور فروم الوولز. طيب احنا اول خطوه هنعمل ايه؟ اول خطوه طب خلينا كده على جنب ونفتحها عشان ما تبقاش الشاشه صغيره كده. اول خطوه عايزين نعمل او نتاكد ان احنا بنسلكت الول الاول. خلينا نفتح دي على جنب. طيب اول حاجه هنعمل الكلاس اللي احنا عايزين نستخدمه ولكن هنسميه احنا المره اللي فاتت عملنا جيت اليمنت انفو. هنعمل النهارده مثلا كلاس اسمه كرييت فلور فروم وولز. الكلاس ده طبعا انا هخليه بابليك. احنا قلنا عشان نعمل اي كوماند بنعمل ايه؟ بنمبلمنت الانترفيس بتاع الاي اكسترنال كوماند زي ما خدنا كده في الجيت اليمنت انفو المره اللي فاتت. كنا بنعمل الاي اكسترنال كوماند وبعد كده بنعمل الميثود بتاع الاكيوت
نبدا نشتغله. كنا بنعمل حاجه اسمها ترانزاكشن، والمره فاتت كنا واخدين الترانزاكشن ليد اونلي عشان كنا مجرد بس بنجيب داتا من الموديل مش بنعدل فيه. النهارده هنخلي الترانزاكشن مود مانوال عشان هنعمل ابديت في الموديل. يبقى انا هعمل ايه؟ هقول له زي ما احنا بنعمل كده اي اكسترنال كوماند، وانا كنترول دوت بيخليني اعمل يوزنج اللي انا عايز ريفيت دوت يو اي. طيب بعد كده هامبلمنت الانترفيس، هقول له كنترول دوت، هقول له امبلمنت انترفيس، هيعمل الميثود بتاعه الاكسكيوت. طيب اول حاجه هقول له الترانزاكشن، احنا المره فاتت عملنا الترانزاكشن كريد اونلي، المره هنعمل ترانزاكشن مانوال. يبقى انا هقول له ترانزاكشن هقول له يوزنج، هيعمل يوزنج ريفيت اتريبيوتس، هقول له ترانزاكشن مود بتاعي دوت مانوال. يبقى انا كده عرفته ان انا هعمل تعديل في الموديل، فبالتالي هخلي الترانزاكشن مود مانوال. طيب احنا قلنا ان احنا بناخد حاجه اسمها كوماند داتا، بقدر اجيب منها الابلكيشن او الدوكمنت او اليو ابلكيشن واليو اي دوكمنت، وقلنا ان في حاجه اسمها المسج، ان لو حصل ايرور او فيلير في كوماند بقدر اظهر مسج لليوزر، وقلنا ان في حاجه اسمها ايليمنت سيت، ان انا ممكن اضيف فيها مجموعه اليمنتس وهايلايت لليوزر الاليمنتس دي. طيب المفروض ان احنا بنرجع حاجه اسمها ريزلت، اللي هي قلنا ريزلت دوت فيلد او دوت سكسيد او دوت كانسل. فاحنا خلاكم مثلا ان احنا نعمل هنعرف ريزلت، هنسميها ريزلت، نقول له دي بتساوي ريزلت دوت سكسيد. طيب وفي الاخر هقول له ريتيرن الريزلت دي. طيب عايزين نبدا نطبق مجموعه الحاجات اللي احنا قلناها، اللي هي ايه؟ اول حاجه احنا قلنا عايزين نخلي اليوزر يسلكت فقط مجموعه الوولز. طيب احنا عشان اول نسلكت حاجه هنجيب اليو اي دوكمنت، يبقى احنا زي ما عملنا كده المره اللي فاتت هنقول له يو اي دوكمنت بتساوي، ولكن اسمها يو اي دوكمنت بتساوي الكوماند داتا دوت الابلكيشن، كل الكلام ده خدناه المره اللي فاتت مفيش حاجه دي لسه بنقولها، دوت ابلكيشن دوت اكتف يو اي دوكمنت. طيب بعد كده كنا بنجيب الدوكمنت عشان لو احنا عايزين نجيب حاجه من الموديل نسميها مثلا دوكمنت، كانت بتساوي اليو اي دوكمنت دوت الدوكمنت. يبقى انا كده جبت اليو اي دوكمنت وجبت الدوكمنت. طيب خلينا نعمل زي كومنت كده، جيت يو اي دوكمنت اند دوكمنت. طيب بعد كده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلي اليوزر بيسلكت، اول خطوه يسلكت فقط الوولز. طيب عشان نعملها قلنا هنعمل ايه؟ قلنا المفروض ان احنا هنستخدم الاي سيلكشن فلتر عشان نخلي اليوزر يسلكت فقط مجموعه الوولز. طيب انا هعمل اي سيلكشن فلتر ازاي؟ خلينا نبدا نطبق على الحاجات الجديده اللي عايزين ناخدها النهارده. عشان اعمل الاي سيلكشن فلتر المفروض هعمل كلاس، الكلاس ده اخليه يمبلمنت الانترفيس اللي هو اسمه اي سيلكشن فلتر، واخليه يرجع فقط العناصر اللي هي وولز عشان لما اليوزر يجي سيلكت يرجع الوولز فقط او يقدر يسيلكت الوولز فقط. طيب هعمل حاجه زي كده ازاي؟ المفروض ان انا هعمل كلاس جديد، الكلاس ده اخليه يمبلمنت انترفيس اللي هو اي سيلكشن فلتر زي ما احنا عملنا امبلمنت الاي اكسترنال كوماند هنا كده، وابدا استخدمه. طيب انا ممكن استخدمه في نفس الفايل اللي انا فيه دلوقتي، بس انا شايف الافضل ان احنا نعمله في فايل تاني وممكن فولدر تاني كمان كنوع من تنظيم الشغل. هي يمكن البلاجن هنا صغيره فممكن تتعمل في نفس الملف عادي، بس الافضل بشكل عام انت تعمل الحاجه في فولدرز لوحدها. فنعمل مثلا فولدر ولكن اسمه ريفت هيلبر. ريفت هيلبر اللي فيه الحاجات او الادوات اللي انا عايز استخدمها هتساعدني في الموديل بتاعي، بس مش دايركت او مش خاصه بالكوماند فقط، يعني انا ممكن استخدمها بعد كده في اي كوماند تاني. فاعمل كلاس هنسميه وليكن مثلا وول سيلكشن فلتر. انا ممكن اسمي كلاس اي حاجه، الاسم مش مشكله. الكلاس ده هخليه امبلمنت حاجه اسمها ايه؟ اي سيلكشن فلتر. طيب انا هعمل برضو كنترول دوت، هيقول لي يوزنج، هيستخدم اليو اي سيلكشن فوق، بعد كده هقول له كنترول دوت هيخليني امبلمنت الانترفيس اللي هو اي سيلكشن فلتر. هتلاقيه ضاف تو ميثودز، ميثود اسمها الاو اليمنت وميثود اسمها الاو ريفرنس. طيب الاو ريفرنس دي انا مش هستخدمها في حاجه، فانا ممكن ارجع
فولس مش مشكله، مش تبعنا النهارده. لو الالمت دي الحاجه انا عايز استخدمها، طيب انا عايز اعمل ايه؟ المفروض لو الالمت دي بتاخد الالمنت اللي هو اليوزر هيعمل له سيلكشن، بتشك عليه مجموعه حاجات، يعني عايز تشوفها الحاجه دي هي اللي انت عايز تعمل لها سيلكشن ولا لا. فاحنا النهارده عايزين نشوف اليوزر او نخلي اليوزر يسلكت فقط الحاجه اللي من نوع وولز. طيب الوولز دي تعتبر ايه؟ تعتبر كاتيجوري. احنا خدنا المره فاتت كاتيجوري والفاميلي والتايب والانستنس، يبقى انا المفروض اخلي اليوزر يسلكت فقط الحاجه اللي من نوع كاتيجوري اللي الكاتيجوري بتاعها وولز. طيب احنا خدنا المره فاتت حاجه اسمها البيلت ان كاتيجوري اللي هي الكاتيجوري الداخليه بتاعت الريفت، وخدنا ان في مثلا كاتيجوري وولز وكاتيجوري دورز وفرنيتشر وحسب النوع الكاتيجوري. طيب فانا المفروض اعمل ايه؟ هقول له بيلت ان كاتيجوري ماشي، ولكن اسمها بيلت ان كاتيجوري دي هتساوي انا عايز اجيب الكاتيجوري بتاعت الاليمنت. طيب وهتشيك الكاتيجوري دي، لو الكاتيجوري بتاعت الاليمنت دي من نوع وولز هرجع ترو، هرجع ترو ان هو بيرجع بوليان، بوليان دي قيمه يا اما ترو يا اما فولس. فلو رجعت ترو يبقى هو هيجي سيلكت، لو هي لقى الحاجه دي بترو هيعمل لها سيلكشن، لو لقى الحاجه دي بفولس مش هيعمل لها سيلكشن. فانت لو جيت قلت له ان الكاتيجوري دي من نوع وولز بترجع ترو، يبقى هو اما يجي يعمل يلاقي الحاجه دي من نوع وولز هيقدر يعمل لها سيلكشن. طيب غير كده هيعمل فولس يبقى مش هيقدر يعمل لها سيلكشن. طيب عشان نفهم الكاتيجوري خلينا نقف كده على بلتين كاتيجوري. عشان تشوف الحاجه الكود بتاعها عامل ازاي تدوس عليها كليك يمين تقول له جو تو ديفينيشن، هنلاقي جميع الكاتيجوري اللي موجوده داخل الريفت اي بي. هنلاقي حاجه اسمها مثلا فاونديشن سلاب مش عارف ايه كده، حاجه اسمها لينك اناليتيكال. طيب هندور مثلا على الوولز اللي في اكتر من وول، هنلاقي في حاجه اسمها او ستيد وولز، يبقى ده كده الكاتيجوري بتاع الوول. هتلاقي في حاجه اسمها مثلا ماتش بروفايل، حاجه اسمها دورز، حاجه اسمها دورز بانل، ايا كان الكاتيجوري دي كل الكاتيجوريز اللي موجوده داخل ريفيت اي بي. طيب هنلاحظ حاجه مهمه جدا، هنلاحظ ان الكاتيجوري ده كل كاتيجوري منهم عباره عن رقم او بتمثل رقم، والارقام دي كلها انتجر يعني ارقام صحيحه وكلها سالب، كلها بالسالب. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاي دي بتاع الكاتيجوري، يعني كل كاتيجوري عشان يميزه عن الثانيه مديله اي دي مختلف عن الثاني، عشان لما يجي سيلكت لو انت عايز مثلا الاي دي الكاتيجوري الاي دي بتاعها بالرقم ده يبقى ساعتها هيسلكت فقط الدورز، او عايز الكاتيجوري الرقم بتاعها ده هيسلكت فقط الوولز. وهنلاقي او هنلاحظ حاجه اسمها invalid تحت، يعني حاجه خاطئه او غير صحيحه، الاي دي بتاعها بسالب واحد. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان لو انت هتديله الاي دي بسالب واحد معنى كده ان الكاتيجوري دي هو ما لقاهاش او مش موجوده في الموديل او مش موجوده في الريفت. طيب اللي انا عايز استفيد من الجزء اللي انا بقوله ده ايه؟ ان احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نتشيك على الاي دي بتاع الاليمنت او الكاتيجوري اي دي بتاع الاليمنت. لو كاتيجوري اي دي هي الكاتيجوري اي دي بتاعت الوولز يبقى هنرجع ترو، يبقى هو يقدر يعمل سيلكشن. لو اي حاجه ثانيه هنخليها مثلا بسالب واحد بالتالي انفاليد، بالتالي ما يقدرش يرجع وولز، يرجع فولس، ساعتها ما يقدرش يعمل سيلكشن. طيب فانا ممكن استخدم الاي دي، ممكن استخدم الكاتيجوري. طبعا الاي دي انا مش اظرف حاجه ان انا استخدم الحاجه بالارقام كده، اللي ممكن الارقام دي تبقى غلط او انا استخدم حاجه غلط، فالافضل ان انا استخدم احول الرقم ده للاسم ده اللي هو الوولز. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنرجع تاني للوول سيلكشن فلتر. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب الاليمنت، الاليمنت ده هنلاقي ان الاليمنت ده جواه حاجه اللي هي عباره عن ايه؟ الكاتيجوري، ثانيه واحده، وهنا عشان لازم نرجع حاجه وليكن مثلا نرجع فولس. طيب انا عايز اجيب الاي دي بتاع الاليمنت ومع الاي دي ده اجيب الكاتيجوري الموافقه للاي دي. فانا ممكن اعمل ميثود ثانيه وليكن مثلا اسمها بترجع انتجر او بترجع اي دي، اسمها مثلا جيت كاتيجوري اي دي از انتجر، يعني هات لي الاي دي بتاع الكاتيجوري كرقم صحيح اللي هو الارقام اللي احنا شفناها من شويه في البيلت ان كاتيجوري اللي هي الارقام دي. طيب ده بياخد ايه؟ بياخد اليمنت. طيب الميثود دي المفروض ان انا هقول له ايه؟ هقول له رجع لي
الاليمنت ده دوت الكاتيجوري دوت الاي دي دوت انتجر فاليو. هيرجع هيخش على الاليمنت هيجيب الكاتيجوري بعد كده يجيب الاي دي بعد كده يحولها لرقم صحيح، يبقى انا كده برجع الانتجر فاليو بتاع الاي دي. طيب بس قبل ما اعمل كده خلينا يعني نظبط الكود ده شويه. الكود ده ممكن يبقى فيه مشكله ايه، ان لو الاليمنت اللي مبعود ده بنال يعني مش موجود هيضرب ايرور، نفس الكلام لو الكاتيجوري بنال هيضرب ايرور، لو الاي دي بنال هيضرب ايرور. فانا ممكن اتشك على الكلام ده اقوله لو ان هو مش بنال هات الكلام ده او بنال اعمل حاجه معينه. بس في حاجه احسن من كده ممكن استخدمها، حاجه اسمها النال كونديشن. انا ممكن اعمل ايه، اعمل له علامه استفهام كده. مع علامه استفهام دي معناها ان هو هيرجع لو الاليمنت ده بنال، لو الاليمنت ده مش بنال هيخش يجيب الكاتيجوري، بعد كده لو الكاتيجوري ده مش بنال هيخش يجيب الاي دي، لو الاي دي ده مش بنال هيخش يجيب الانتجر فاليو. طيب لو بنال انا هقول له بقى يعمل ايه، لو هو ما لقاش الكلام ده ولا الكلام ده كله بنال هقول له رجع لي سالب واحد. معناه ايه الكلام ده عشان الناس الدنيا تبقى مبسطه؟ احنا اتفقنا لما خدنا على البيلتن كاتيجوري قلنا ان في حاجه اسمها اي دي رقم صحيح لكل كاتيجوري، وقلنا ان لو الاي دي ده بسالب واحد معناها كده ان هو انفاليد، يعني مش هيرجع حاجه او هيقول له انت ما تعرفش تعمل سيلكشن ان انت ده حاجه غير الوولز. طيب فاحنا هنا عايزين نقول له شوف الاليمنت ده، هنا علامه الاستفهام معناها بيسال نفسه هل الاليمنت ده بنال، لو بنال خلاص يعني هو يخرج بالكلام ده وهيرجع بسالب واحد. طيب لو مش بنال خش هات الكاتيجوري بتاعتها. طيب هل الكاتيجوري دي بنال، برضه هيرجع سالب واحد يبقى خلاص خلص كده. طيب لو مش بنال طب خش هات الاي دي، نفس الكلام لو بنال رجع سالب واحد، لو مش بنال خش هات الانتجر فاليو. طيب لو كل الكلام ده بنال هيرجع سالب واحد، يبقى هو هنا الكونديشنال او النال الاوبريتور اللي هنا ده معناه ان هو هيرجع الكلام ده لو مش بنال، ولو بنال هيرجع السالب واحد. والسالب واحد بالنسبه لي بتمثل انفاليد او ان بتمثل ان هي حاجه مش موجوده. طيب انا بعد كده المفروض اعمل ايه، هقول له بيلت ان كاتيجوري بتساوي، انا هقول له جيت الميثود اللي احنا لسه عاملينها جيت كاتيجوري اي دي از انتجر، هديله الاليمنت. طيب المفروض لما اديله الاليمنت هيحصل ايه، هيخش على الميثود دي هيتشيك الاليمنت والكاتيجوري اي دي انتجر فاليو وهيرجع الفاليو اللي هي بانتجر برقم صحيح. طيب انا عايز احول الرقم الصحيح ده لنوع البيلت ان كاتيجوري، يعني عايز احول من الرقم ده لنوع الكاتيجوري. عشان اعمل كده بعمل حاجه اسمها كاست او تحويله من النوع الانتجر للكاتيجوري، بحط بين قوسين كده هقول له بيلت ان كاتيجوري للكلام اللي هنا ده، يبقى هو كده بيحول الحاجه اللي هو جابها من الاليمنت لبيلت ان كاتيجوري، او بيحول الاي دي اللي جابه لبيلت ان كاتيجوري. هو مدي هنا مدي ايرور هنا، المفروض ان دي تبقى كابيتال كده بيلت ان كاتيجوري. طيب فهو هيجيب ايه، هيروح على الميثود اللي اسمها جيت كاتيجوري اي دي از انتجر، هيديله الاليمنت، هيروح على الاليمنت هنا هيتشيك الكلام ده لو هو في قيمه يقدر يرجعها هيرجعها، بعد ما يرجعها هيحولها لبيلت ان كاتيجوري ويحطها على العنصر ده اللي هو اسمه بيلت ان كاتيجوري. طيب لو غير كده هيرجع سالب واحد، وبالتالي لما يجي يحولها هنا هيديله انفاليد، يعني حاجه مش موجوده. طيب انا بعد كده المفروض ان انا اخر حاجه اعملها ايه، اتشيك بقى اصلا البيلت ان كاتيجوري دي هي نفسها الكاتيجوري بتاعت الوول. فانا المفروض ان انا اقول له البيلت ان كاتيجوري دي لو هي بتساوي البيلت ان كاتيجوري بتاعت الوولز اللي هي دي، في الحاله دي رجع ترو، يبقى هو هنا هيجيب الاي دي ويحول بيلت ان كاتيجوري، لو الكلام ده كله هو البيلت ان كاتيجوري بتاع الوولز هيرجع ترو، غير كده هيرجع فولس. الكلام ده كله ممكن اختصره برضه في سطر واحد، ممكن انا اعملها بالشكل ده، يعني ممكن الكلام ده كله اختصره واقول له ايه، انا هقول له هات الاي دي بتاع الاليمنت حوله بيلت ان كاتيجوري، ولو الكلام ده كله يعني خلينا نختصر الكلام ده كده نعمل له كومنت، هقول له البيلت ان كاتيجوري لو الرقم ده او الكلام ده بيساوي البيلت ان كاتيجوري دوت الوولز ريتيرن الكلام ده. طيب ده معناه ايه، معناه ان هو خلاص احنا مش محتاجين ده في حاجه ولا محتاجين الكلام ده في حاجه،
طيب معنى السطر ده ايه؟ ان هو هيروح يجيب الاي دي بتاع الاليمنت ويحوله لبلت ان كاتيجوري، وبعدين بعد ما يعمل الكلام ده هيتشيك لو هو بيساوي الكاتيجوري بتاعت الوولز هيرجع القيمه. هو هنا هيتشيك الكلام ده، لو بترو هيرجع ترو، لو فولس هيرجع فولس. فلو رجع ترو يبقى هو كده في الحاله دي وولز، وبالتالي هيرجع ترو يبقى اقدر سيلكت الوولز. لو هي فولس هيرجع انفاليد او مش او هيرجع فولس يعني، وبالتالي مش هقدر سيلكت الوولز. لو السطر ده فيه لخبطه ممكن نرجع عادي اللي احنا كنا عاملينه، وهي هي نفس الحاجه بالظبط، هو نفس القيمه اللي احنا بنرجعها هنا هي نفسها اللي بنرجعها هنا. طيب بعد كده خلصنا الجزء بتاع الوول سيلكشن فلتر، عايزين بعد كده نجيب الوول سيلكشن فلتر او نستخدمه. يبقى انا هعمل الوول سيلكشن فلتر، هعمل نيو اوبجكت منها. طبعا هو انا عايز يقول لي يوزنج البيم اريبيا كوماند وتريفت هيلبر اللي احنا الفولدر اللي احنا عملناه عشان يقدر يستخدمه، لازم يضيفه فوضى فولي هنا. طيب هقول له وول سيلكشن فلتر بيساوي نيو وول سيلكشن فلتر، يبقى انا كده بجيب الفلتر اللي اقدر سيلكت بيه الوول. فاقول له هنا مثلا انيشاليز، يعني اعمل لي عنصر جديد من وول سيلكشن فلتر. طيب بعد كده قلنا المفروض نعمل ايه؟ بعد كده قلنا المفروض ان احنا نسلكت الوولز من اليو اي دوكمنت دوت سيلكشن دوت بيك اوبجكت. يبقى انا المفروض ان انا اقول له اليو اي دوكمنت دوت سيلكشن دوت البيك اوبجكتس. دي بتاخد ايه؟ بتاخد النوع اللي انا عايز اعمله سيلكشن اللي هو اليمنت. قلنا فيه ايدج او فيس او سب اليمنت او اليمنت، فاحنا ممكن نقول له الاليمنت. وبياخد تاني حاجه، حاجه بتمبلمنت الاي سيلكشن فلتر اللي هي بالنسبه لنا هنا الفلتريشن اللي هو السيلكشن فلتر بتاع الوول، اللي هو الوول سيلكشن فلتر. يبقى اقول له وول سيلكشن فلتر. طيب هو هنا هيجيب اكتر من اوبجكت، المره فاتت كنا بيرجع اوبجكت واحد، فكنا بالنسبه لنا المفروض ان احنا هنرجع ريفرنس اللي هو الحاجه اللي بتشاور على العنصر اللي هو عمل له سيلكشن. طيب انا دلوقتي هرجع اكتر من عنصر، يبقى هتلاقيه بيرجع ليست اوف ريفرنس. يعني لو وقفنا عليها كده هتلاقيه بيرجع اي ليست اوف ريفرنس. يبقى انا المفروض ان انا اجي ورا اقول له اي ليست اوف ريفرنس، هسميها مثلا ريفرنسز. ده كده هستقبل فيها مجموعه الحاجات اللي عملناها سيلكشن. ممكن نعمل هنا كومنت اقول له مثلا سيلكت ذا وولز مثلا. يبقى احنا كده طبقنا اول خطوتين، عملنا السيلكشن فلتر بتاع الوول، وعملنا ثاني حاجه سيلكت للوول. طيب ثالث حاجه بعد كده كانت عندنا ايه؟ كانت عندنا ثالث حاجه ان احنا عايزين خطوه، عايزين بقى نخش على الوول نجيب مجموعه الكيرفز بتاعتها، ونجيب مجموعه الاوفسيتس اللي هو الويدث على 2، ونجيب الاي دي بتاع الليفل بتاع كل واحد، عشان بعد كده لما نيجي نستخدم الليفل ده نبقى ضامنين ان هو ليفل واحد لكل الوولز، وبالتالي نقدر نرسم الفلور في الليفل ده. يبقى عايزين نجيب الكيرفز، وعايزين نجيب الاوفسيتس، ونجيب الليفل اي دي. طيب بس الاول قبل ما نعمل كده عايزين نتاكد الاول ان الريفرنس دي مش بنال. احنا قلنا ان في مشكله ممكن تحصل عند اي حاجه هو بيجيب حاجه الموديل، لو هو ما عرفش يجيبها هيرجع نال، وبالتالي ممكن يضرب ايرور في الموديل. فالاول عايز اتشيك ان الريفرنس دي مش بنال، يبقى اقول له اف الريفرنس دي لا تساوي نال. دي حاجه. تاني حاجه ان هو ممكن ما يرجعش نال، بس يكون ما فيش ولا عنصر من اللي عمله سيلكشن ينطبق عليه الحاجه، فممكن يكون كحاله ممكن كيس تحصل يعني ان الليست دي تكون فاضيه. فممكن اتاكد من الكلام ده بان انا اقول له ان الريفرنس دوت كاونت يعني العدد بتاعها اكبر من الصفر. هو عشان يبدا يعمل الحاجات اللي عايزين نعملها يكون الريفرنس دي مش بنال، يعني مش فاضيه، يعني الحاجه دي لقاها، وفي نفس الوقت عدد العناصر اللي فيها اكبر من الصفر، وبالتالي اقدر اشتغل على مجموعه الحاجات اللي انا عايز استخدمها. طيب انا ممكن كمان كنت اعمل كونديشن تاني ان بدل ما الكاونت اكبر من الصفر ممكن اقول ان هو اكبر من 3. ليه 3؟ لان انا او اكبر من 2 لان انا مستحيل اعمل فلور او مجموعه تكون مجموعه وولز اكتر اقل من 3، لان عشان ارسم مثلا فلور لازم على الاقل يكون في 3 حوائط او 4 حوائط عشان ابدا ارسم اوضه، عشان اوضه بشكلها مربع. فممكن كمان اخلي دي 4، بس خلينا ندخل في حاله جنرال اللي هي تكون لا ان يكون في على الاقل عنصر واحد. طيب في الحاله دي نبدا نشتغل. غير كده او إلس هقول له الريزلت بتساوي ريزلت دوت فيلد. طيب عايزين نبدا نشتغل، عايزين نقول له ايه؟ لو قلنا هنجيب من الريفرنس دي هنجيب الوولز، يبقى احنا المفروض نقول له فور اتش يعني لكل
عنصر من الريفرنس دي. عايزين نبدا نشتغل عليه. احنا قلنا ان الريفرنس عباره ان هو بيشاور على العنصر لكن لسه ما جابش العنصر نفسه. وعشان نجيب العنصر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل دوكيمنت دوت جيت اليمنت، كنا بنديله الريفرنس، يبقى نديله الار اللي هو بالنسبه لي هنا الريفرنس ده. انا عايز استقبله، اجيب استقبله كول، يبقى انا هقول له الول بيساوي دوكيمنت دوت اليمنت. وقلنا ان هو هنا بيرجع اليمنت، وعشان استخدم الاليمنت ده كول مرفقكم بنستخدمه كاليمنت تايب، عشان استخدمه كول هنعمل ايه؟ از وول، ده نفس الكلام قلناه المره اللي فاتت. يبقى انا هنا بجيب كل ريفرنس بجيب الدوكيمنت او من الدوكيمنت الاليمنت اللي هو الريفرنس ده عليه، يبقى انا كده بجيب العنصر ده. طيب بعد ما اجيب العنصر ده المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا ابدا اعمل الليسته اللي فيها الاوفسيتس، واعمل الليسته اللي فيها مجموعه الكيرفز، واعمل الليسته اللي فيها الليفل اي ديز، عشان بعد كده اد من كل وول الكيرف بتاعه في الليسته بتاعه الكيرف، والاوفسيت في الليسته بتاع الاوفسيت، والليفل اي دي في الليست في الليسته بتاعه الليفل اي دي. طيب فانا المفروض ان انا اعمل الثلاثه ليستس دول. فانا هلاقيكم مثلا هرجع ورا كده وابدا اعمل ليست اوف الكيرفز. فانا هقول له ليست اوف كيرف هنسميها مثلا وول كيرفز بتساوي نيو ليست اوف كيرف. طيب هنسميها هنا مثلا انيشلايز الليست بتاعه الكيرف. طيب نفس الكلام ده ممكن ناخده كوبي ونقول انيشلايز الليست بتاعه الاوفسيتس اللي هي مجموعه الاوفسيت اللي احنا عايزين نعملها. طيب الاوفسيت ده عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه دبل، يعني ممكن تكون فيها علامه عشريه، يعني مثلا ممكن حاجة ونص، حاجة وربع، وهكذا، مش شرط ان هي تكون قيمة صحيحة، مش انتجر. وبالتالي هقوله list of double بتساوي الـ offsets اللي احنا عايزين نستخدمها بتساوي new list of double. طيب الحاجة التالتة level id. طيب لو احنا جينا دخلنا كده على الـ wall هنلاقي ان في حاجة اسمها wall dot level id، النوع بتاعها element id، يبقى انا المفروض اعمل list of element id. يبقى انا هقوله برضو initialize the levels IDs list وأقول له list of element ID سميها levels ID بتساوي new list of element ID. يبقى أنا جهزت اللي فيها اللي هتحط فيها الكيرفز والليست اللي هتحط فيها الأوفسيتس والليست اللي هتحط فيها levels ID. بعد كده المفروض ان انا اجيب على كل وول اضيف الكيرف بتاعها في الليست بتاع الكيرف، واضيف الاوفست بتاعها في الليست بتاع الاوفست، واضيف الليفل اي دي في الليست بتاع الليفل اي دي. طيب يبقى انا هقول له ايه؟ هقول له الوول كيرفز دوت اد، عايز اضيف، عايز اضيف ايه؟ احنا قلنا الكيرف ده لو نرجع تاني للباوربوينت هنلاقي حاجه اسمها وول دوت كيش، بقدر اجيب منها اللوكيشن كيرف بتاع الوول. يبقى انا هقول له وول دوت لوكيشن، لو وقفت عليه هتلاقيه نوعه لوكيشن. طيب اللوكيشن ده ممكن يبقى بوينت لوكيشن، ممكن يبقى لوكيشن او لوكيشن بوينت او لوكيشن كيرف. يبقى انا المفروض ان انا اول اكاست الحاجه دي ل لوكيشن كيرف، فاقول له از لوكيشن كيرف. طيب الكلام ده كله انا كده جبت اللوكيشن كيرف، عايز اجيب بقى الكيرف نفسه. بمعنى ايه؟ لوكيشن كده معناه المكان اللي فيه الكيرف، عايز اجيب بقى الكيرف نفسه. يبقى انا المفروض جوه الكلام ده كده هقول له دوت كيرف. يبقى انا كده جبت الكيرف نفسه بتاع الوول اللي هو بقى بيحمل البيانات بتاعه الكيرف اللي هو الستارت بوينت والاند بوينت والكلام ده كله. طيب بعد كده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نضيف في الاوفسيتس دوت اد، قلنا برده في البار بوينت قلنا نجيب الوول دوت ويدث ونقسمه على 2، يبقى كده هيجيب نص العرض بتاع الحيطه. ده كده الاوفست اللي عايزين نعمله. يبقى نقول له وول دوت ويدث على الاثنين. طيب بعد كده عايزين نضيف برضو في الليفلز اي دي دوت اد، عايزين نجيب الوول دوت الليفل اي دي. طيب عايزين برضو نعمل كده زي كومنت، نكتب مثلا اد ذا وول كيرف تو ذا كيرفز ليست مثلا.
ناخد الكلام ده كده كوبي ونخليها مثلا وول اوفست او وول ويدث او هاف ويدث مثلا اللي هي نص العرض بتاع الحيطه للاوفست كيرف او الاوفست ليس. طيب نفس الكلام هنا الليفل اي دي 2 ليفل اي ديز ليست. طيب في برضو حاجه كنا ممكن نعملها هنا قبل ما نعمل الجزء بتاع الكيرفز والاوفست والليفل اي دي، ان انا كنت عايز تشيك برضو اذا كان الول دي لما هو جاب الاليمنت بتاع الريفرنس ان هو عارف يلاقي الاليمنت، ان هو ممكن برضو يحصل مشكله. هو طبعا الحاجات دي كلها يعني انا بحاول هندل الايرورز عشان ما تحصلش، فالافضل كنا ممكن نعمل برضو حاجه زي نقول له ان اف ان الول دي لا تساوي نل، كنا ممكن نقول له كده ونضيف الكلام ده كله داخل داخل اللوب دي او الاف كونديشن ده، ان لو الول ده مش بنال يبدا يعمل الكلام ده. طيب ده كده حاجه كنا ممكن برضو نعملها. طيب بعد كده احنا خلاص جبنا الول او جبنا كل وول، جبنا الكيرفز بتاعتها والاوفسيتس والليفل اي دي. طيب نرجع كده الخطوه اللي احنا كنا عايزين نعملها، احنا خلاص كده خلصنا الاجزاء الخاصه بالول، عايزين نعمل بعد كده الاجزاء الخاصه بايه؟ الاجزاء الخاصه بالفلور. اول حاجه عايزين نكرييت الكيرف لوب بتاع الفلور، بعد كده عايزين نعمل كيرف اري ونجيب الليفل والكلام ده كله. بس في نقطه قبل ما ننسى، ان احنا كنا المفروض نتشيك الكواليتي بتاع الليفلز بتاع الول، بمعنى ان انا عايز الاول اتاكد ان الولز دي كلها في ليفل واحد. طيب هعمل حاجه زي كده ازاي؟ ممكن ان انا اتشيك الكلام ازاي؟ انا خلاص بعد ما خلصت الول المفروض ان انا عايز اتشيك ان الليفل اي دي، احنا عندنا لسته فيها الاي ديز بتاعه الليفلز بتاع كل وول، فانا كنت ممكن اعمل كده اقول له ليفل اي دي مثلا هو الليست، لو حد مش عنده خبره في البروجرامنج اي ليست يبقى ليها العناصر بتاعتها ليها اندكس، يعني مثلا لو الليسته دي فيها اربع عناصر العنصر الاول بيبقى في الاندكس رقم صفر، العنصر الثاني يبقى في الاندكس رقم واحد، العنصر الثالث في الاندكس رقم اثنين، العنصر الرابع في الاندكس رقم ثلاثه، دايما بيبقى اقل واحد من عدد العناصر. فانا المفروض اتشيك الكلام ده ازاي؟ هقول له مثلا ان الليفل الاي دي الاولاني بيساوي الليفل الاي دي الثاني بيساوي الليفل الاي دي الثالث وهكذا. بس هو الكلام ده مش احسن حاجه، يعني ده مش اضرب حاجه، مش لو الليسته دي فيها مثلا 10 مش هقعد اتشيك ال 10 وولز. فالاحسن ممكن استخدم حاجه اسمها اللينك. اللينك دي حاجه مايكروسوفت عاملاها بتدي بعض الميثودز اللي انا ممكن استخدمها بتسهل عليا بعض العمليات. زي ايه؟ انا ممكن اقول له انا عايز الاول الليفل اي دي، انا عايز اعمل ايه؟ عايز ادخل جوه الليست دي اتشيك ان كل ليفل منهم بيساوي الثاني، او مثلا لو انا قلنا مثلا الليست دي عباره عن اربع اي ديز اللي هم بتوع الاربع وولز، طيب عايز تشيك ان الليفل الثاني والثالث والرابع زي الاولاني، ما هم لو الثاني والثالث والرابع زي الاولاني يبقى هم كلهم زي بعض. لو انا اخترت حاجه وثبتها وحاولت اساوي بيها بقيه الحاجات يبقى هم كلهم زي بعض. طيب فاعمل حاجه زي كده ازاي؟ هقول له في ميثود اسمها دوت اول. دوت اول دي بيدخل على كل العناصر من اسمها كلمه اول، يعني هيجي يعمل حاجه اللي انا عايز اعملها دلوقتي دي لكل العناصر اللي داخل الليست دي. دوت اول بتقول دي تاخد حاجه اسمها فانك او ديليجيت، مش عايزين ندخل في تفاصيل دي، حاجه يعني ادفانسد شويه في سي شارب، بس الفكره ان انا بديله اسم للحاجه اللي انا عايز استخدمها وابدا اعمل عليها بعض العمليات، بمعنى وليكن مثلا الليفل. الليفل ده هقول له ان الاي دي بتاع الليفل بيساوي او ممكن حتى ناخد الليفل اي دي بيساوي الليفل اي دي بتاع اول عنصر اللي هو العنصر الصفر. يبقى هنا هيعمل ايه؟ عايزين ناخد العنصر اللي هو كل واحد منهم اللي هو يكون عنصر اول الثاني الثالث وهكذا، نتشيك ان هو بيساوي العنصر الاولاني اللي هو الاندكس بتاعه بصفر. لو في حاله الاندكس بتاعه لو العناصر دي كلها بتساوي اول عنصر يبقى هم كلهم بيساووا بعض. يبقى انا في الحاله دي سويت او اتاكدت ان هم بيساووا بعض. طيب لو الكلام ده مظبوط، يعني لو الكلام ده
هو فينا تقريبا كوز غلط او كوز ناقص. لو الكلام ده مظبوط في الحاله دي ابدا اشتغل على اللي انا عايز اشتغله. لو غير كده هقول له ان الريزلت برضو هتساوي ريزلت دوت فيلد. يعني لو هو الاول هنا هيخش على الليسته بتاع الليفل اي دي، هيخش على كل العناصر، كلمه اول هيخش على كل العناصر. كلمه اللي انا كتبها دي ممكن اكتب اي كلمه، ممكن اكتب اكس مثلا، يعني مش مشكله اي حاجه، بس في الاخر اللي هعمله هنا هو اللي هعمله هنا. معنى الكلام ده ايه؟ ان انا هدي اسم لكل العناصر اللي داخل الليست، ولكن اسم ال في ال ده اللي هو الليفل، يعني اختصار ليفل. هتشك ان الليفل ده بيساوي او ليفل اي دي يعني بيساوي العنصر الاول في الليست. طبعا هو لو كلهم بيساوي العنصر الاول يبقى هم كلهم بيساوي بعض، يبقى انا كده الليفل كلها متساويه، يبقى انا كده عملت تشيك الايكواليتي بتاع الليفل اي دي بتاع الوولز. طيب بعد كده عايز اعمل بقى كرييت من الكيرف لوب. احنا خدنا الكيرف لوب دوت كرييت فيا اوفست، بقدر اعمل منها الكيرف لوب. يبقى انا هقول له هنا ايه؟ هقول له الكيرف لوب دوت، هتلاقي هنا في كرييت وكرييت فيا كوبي. كرييت فيا اوفست اللي قلنا عليهم من شويه، هلاقي كرييت فيا اوفست دي بتاخد ايه؟ بتاخد الكيرف لوب الاوريجينال اللي هو الاصلي بتاع الوولز، وبعد كده بتعمل اوفست ليه حسب المسافات الاوفست اللي انا هديها له. يبقى انا هقول له ايه؟ الاول المفروض ان انا اعمل كيرف لوب اللي هو عباره عن الليست بتاعت الكيرفز بتاعت الوول. يبقى انا هقول له كيرف لوب دوت كرييت، هدي له الوول كيرفز. طيب بعد كده هياخد الاوفست ديستانس، المسافات بتاعت الاوفست. طيب انا اصلا مديله او مسجل في كل وول، مسجل قيمه الويدس على 2 اللي هو الاوفست بتاع كل وول في الليسته اللي اسمها اوفست. يبقى انا اديله هنا الاوفست. طيب عايز تالت حاجه ايه؟ عايز حاجه اسمها النورمال. طيب النورمال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا نورمال اوف ذا اوفست بلان، بمعنى ان انا هو عايز الفيكتور او العمودي او الاتجاه العمودي على المستوى اللي هترسم عليه. طيب انا هرسم الفلور في انه مستوى؟ هرسمه في 2 دي بلان اللي هو الاكس واي. يبقى انا بالنسبه لي المفروض العمودي على مستوى الرسم هو عباره عن الزد دايركشن او اللي هو الاتجاه اللي هو الاتجاه الاعلى. طيب انا لو قلت مثلا ان انا هرسم فيكتور بيمثل الاتجاه الاعلى ده هيبقى عباره عن ايه؟ اكس واي زد. طيب يبقى هنا الاكس بصفر والواي بصفر والزد بواحد، معنى ان الزد بواحد يبقى هو في اتجاه الزد. يبقى انا هقول له هنا نيو اكس واي زد صفر وصفر واحد. طيب يبقى انا كده عملت الكيرف لوب، عملت اوفست ليه، المفروض ان انا استقبل الكيرف لوب ده في فاريبل. الفاريبل ده لو مثلا اسميه فلور كيرفز، يبقى انا كده فلور كيرفز دي هيعمل اوفست من الكيرف لوب بتاع الوولز بالاوفسيتس او مسافات الاوفست بتاع كل وول وفي اتجاه الزد، يعني هنرسم على الاكس واي بلان. طيب بعد كده خلينا ماشيين كده برضو نعمل كومنت، يبقى هنا كرييت فلور كيرف لوب. طيب نرجع تاني للباور بوينت، احنا عملنا خلاص الكيرف لوب، بعد كده نعمل ايه؟ نعمل كيرف اري. هنيجي في الكيرف اري بند او نضيف كل كيرف من الكيرفات داخل الكيرف لوب دي. طيب انا اول هعمل ايه؟ هقول له كيرف اري. كيرف اري ده وليكن نسميها كيرف اري بتساوي نيو كيرف اري، وهاجي هلف على كل الكيرفات اللي داخل الكيرف لوب ان الكيرف لوب اللي هو بتاع الفلور كيرفز، هضيف وهقول له الكيرف اري دوت بند، ضيف لي الكيرف ده. يبقى هنا هيعمل ايه؟ هيلف على الكيرفات بتاعت الفلور كيرفز، هيضيف كل واحد منهم داخل الكيرف اري. طيب هنا ممكن نعمل نكتب كده انيشاليز ذا كيرف اري. طيب ونيجي هنا نعمل ايه؟ نقول له مثلا ابند ذا فلور كيرفز تو ذا كيرف اري. هنا هو كده عمل البروفايل اللي هيرسم عليه اللي هو الكيرف اري اللي هو عباره عن الكيرفات اللي معموله اوفست من الكيرفات بتاعت الوولز. طيب بعد كده خطوه رقم 3، عايزين نجيب الليفل بتاع الفلور. طيب احنا عشان نجيب اي حاجه من الموديل بنستخدم الدوكيمنت دوت جيت ايليمنت. طيب فانا ممكن اقول له هنا ايه؟ اقول له دوكيمنت دوت
جيت إليمنت واديله، قلنا يا اما بياخد الريفرنس يا اما بتاخد الاي دي. طيب انا دلوقتي اللي معايا، انا معايا الليسته اللي فيها الاي دي بتاع الليفلز بتاعه الوول، وانا متاكد طالما دخلت داخل الاف كونديشن ده متاكد ان هم كلهم بيساووا بعض، يعني لو استخدمت اي واحده منهم هي بالنسبه لي هي الثانيه، ان هم كلهم نفس الليفل او نفس الليفل اي دي. فانا ممكن اديله اي واحده منهم فاقول له مثلا الليفل اي ديز اوف زيرو، خلاص هم كلهم كده كده بيساووا بعض فانا متاكد ان مفيش مشكله. طب عايز استقبل الكلام ده في الليفل، هو انا بيرجع اليمنت، يبقى انا ممكن اقول له هنا الليفل واقول له از ليفل، يبقى انا كده استقبلت او جبت الاليمنت اللي هو ليفل اي دي بتاعه باول عنصر في الليسته، وكده كده انا متاكد هم كلهم بيساووا بعض، يبقى هم كلهم نفس الليفل، وبالتالي استقبلته في الليفل، وانا هنا بيرجع اليمنت بعمل له از او استقبله ك ليفل. يبقى هنا ممكن اقول له هنا ايه، جيت ذا ليفل تو موديل مثلا ذا فلور، او ان انا هرسم فيه الفلور. طيب بعد كده نخش على الخطوه اللي بعدها، احنا منظمين الخطوات بتاعتنا فنقدر نفهم هنعمل ايه. عايزين بعد كده احنا خلاص جبنا الليفل، عايزين بعد كده نكولكت الفلور تايب اللي احنا هنستخدمها. وعشان نعمل كولكت الحاجه هنستخدم لاول مره بقى النهارده الفلتر ديليمنت كولكتور، اللي هو بيعمل ايه، اللي هو بيجيب حاجه من الموديل بس نتيجه فلتريشن معينه او كاستم فلتر معينه، اللي هو انا عايز اجيب نوع الفلور اللي هرسم بيها. طيب لو احنا مثلا في برنامج ريفيت، خلينا نكتب كومنت كده، لو انت فتحت الموديل هتلاقي مثلا حاجه اسمها جينيريك مثلا 300 مللي اللي هو نوع الفلور، هتلاقي في حاجه اسمها مثلا جينيريك 200 مللي، هتلاقي حاجه اسمها كذا حسب اسم الفلور. فاحنا وليكن هنختار نستخدم وليكن مثلا الجينيريك 300، يبقى احنا عايزين نستخدم الفلور او فلور تايب اللي الاسم بتاعها جينيريك 300 مللي، ده كده الكونديشن اللي عايزين نستخدمه او نكولكت بيه داتا من الموديل. طيب يبقى انا هنا اقول له ايه، كولكت ذا فلور تايب تو بي يوزد. هنعمل ايه، هنعمل فلتر ديمنت كولكتور. طيب فلتر ديمنت كولكتور هنقول له نيو فلترد اليمنت كولكتور، بياخد ايه، بياخد الدوكمنت. طيب هدي له الدوكمنت، بعد كده بقول له دوت، احنا عايزين الكونديشن، احنا قلنا على الاقل يكون في كونديشن واحد عشان يقدر يجيب كولكت بيه الداتا. طيب احنا عايزين اول حاجه ايه، عايزين نجيب الحاجه اللي من نوع او من نوع النوع بتاعها او الكلاس بتاعها فلور تايب، يبقى دوت اوف كلاس. طيب اللي التايب بتاعها عباره عن ايه، عباره عن فلور تايب. طيب بعد كده انا كده هيجيب كل الحاجات اللي من نوع فلور تايب. طيب انا عايز اجيب بعد كده، هل انا عايز اجيب كل الفلورز ولا عايز اجيب فلور واحده؟ عايز اجيب فلور واحده فقط اللي اسمها او النيم بتاعها جينيريك 300 مللي اللي احنا قلنا عليه من شويه. يبقى انا هقول له دوت فيرست، هات لي اول واحده اليمنت او هات لي اول عنصر اللي اسمها وليكن مثلا الاي، اي دوت نيم دوت ايكوال او بيساوي كل اللي انا بستخدمه ده، ده برضو اللينك، نفس فكره اللينك اللي انا استخدمته هنا. طالما في لامدا اكسبريشن او في التعبير اللي بيسموها الاكستنشن ميثود، لو وقفت على كده هتلاقي فيه اكستنشن ميثود، دي حاجه اسمها اللينك. دي نفس الكلام برضو، لو وقفت هنا هتلاقي فيه اكستنشن ميثود اللي هي اللينك، دي حاجه بقدر اجيب بيها حاجات من الموديل او من الداتا، سواء داتا بيز او اي بي اي او ايا كان الحاجه اللي بستخدمها. طيب فهنا الفكره ان انا خلاص جبت الكلاس اللي من نوع فلور تايب، عايز اجيب اول واحد يكون اسمه او الاليمنت اللي اسمه ايه، وليكن مثلا جينيريك مثلا 300. طيب فاحنا ممكن نقول له هنا اللي الاسم بتاعها جينيريك 300 مللي. طيب بعد كده انا عايز الكلام ده المفروض ان هو هيرجع، لو جينا وقفنا كده هيرجع اليمنت. طيب انا عايز ارجع فلور تايب، يبقى احنا زي ما بنعمل على طول لما كنا بنرجع هنا اليمنت كنا بنعمل از ليفل، هنعمل از فلور تايب. انا ممكن استقبل هنا الكلام ده فلور تايب واقول له فلور تايب بتساوي الكلام ده كله، وهنا از
فلور. طيب يبقى انا ارجع الكلام ده كله واحوله من element لفلور تايب. طيب لو انا مش عايز استخدم كلمة كده بالشكل ده ممكن ان انا اعمل هنا اسمي الفلور، يعني اقول له هنا مثلا string فلور طيب نيم ولكن بتساوي الكاملة اللي هو ده اللي هو generic 300، وبعد كده اخد الكلام ده واستخدمه هنا. يلا انا عايز افصل ما بين الميثود دي او الستمنتس دي ما بين الجمله اللي فيها اسم الفلور، هنا اقول له مثلا ايه نيم ذا فلور طيب ده اسم الفلور طيب اللي استخدمه. طيب لو انا عايز اخلي اليوزر هو اللي يقول مثلا عايز استخدم انهي فلور، يعني مش عايز يبقى الادن اللي انا بعمله او الباج اللي بعمله في فلور معينه هي اللي ثابته، لو انا عايز اليوزر يستخدم الفلور في الحاله دي اضطر ان انا اخلي اليوزر يعمل انبوت معين، دي موضوع ادفانسد خالص فمش هنقدر نتكلم عليه النهارده. وممكن ان انا استخدم حاجه من ادوات الويندوز فورم او دبليو بي اف بحيث ان اليوزر يسلكت من الموديل نوع معين هو اللي يقول عليه او يكتبه وبالتالي نقدر نستخدمه. دي مش هتفرق كتير في الادن، احنا دي حاجه ثانويه فمش هنتكلم عليها النهارده، بس احنا فهمنا الفكره بتاعتها. طيب انا بعد كده خلاص انا فاضل ايه خطوات اللي انا ممكن اعملها تاني؟ خلاص احنا كده جبنا كولكت الفلور تايب، عايزين نجهز الموديل بريبير ذا موديل فور سام تشينج، وقلنا عشان نعمل سام تشينج في الموديل هستخدم الترانزاكشن. طيب الترانزاكشن قلنا بنفتح حاجه اسمها ستارت ترانزاكشن، بنعمل عمليات اللي فيها تغيير الموديل، وكده بنعمل كوميت او رول باك حسب الحاجه اللي حصلت، لو في ايرور بيعمل رول باك او الدنيا تمام بنعمل كوميت. يبقى انا هنا اعمل ايه؟ هفتح ترانزاكشن. عشان افتح ترانزاكشن في السي شارب بعمل يوزنج، بقول له ترانزاكشن وليكن اسمها ترانزاكشن بتساوي نيو ترانزاكشن، بتاخد حاجتين، بتاخد الدوكمنت اللي هو الدوكمنت الموديل اللي عندي، وبتاخد النيم. النيم ده لو احنا خدنا بالنا في البار بوينت كان بيقول لي ان اسم الترانزاكشن ده بيفرق معايا في الاندو والريدو بتاع الموديل، بمعنى ايه؟ ان انا لو عملت مثلا اي امر كوبي او موف او اي حاجه في الموديل وعايز ارجع فيه، لو دوست كنترول زد او اندو بيرجع فيه، لو دوست كنترول واي تقريبا اللي هو ريدو بيعمل حاجه تاني، بمعنى ان انا لو الحاجه دي عملتها وعايز اخلي اليوزر يتراجع عنها تقدر تنضاف في القائمه بتاعه الاندو، او اقدر لما اعمل كنترول زد يعمل لها اندو، فدي حاجه كويسه فانا المفروض ان انا استخدمها. فعشان استخدمها بدي لها نيم عشان لما يجي يعمل اندو ليها يبقى عارف يعمل اندو. فليكن مثلا النيم ده اقول له كرييت فلور مثلا، او ممكن اخليها فلور اولز تو فلور مثلا، يعني باسم بحيث ممكن يكون اسم مميز اولز تو فلور. طيب بعد كده الاقواس بتاعت اليوزنج دي، الاقواس اللي انا هكتب فيها جميع الحاجات اللي هتحصل داخل الترانزاكشن دي تمثل بالنسبه لي، لو ناخد بالنا في اول بار بوينت من شويه كنا بنشرح قلنا ان في اطار بيتم فيه الحاجات اللي جوه الترانزاكشن، الستارت وبعد كده العمليات اللي بنستخدمها وبعد كده الحاجات اللي جوه الترانزاكشن، يبقى ده كده الاطار بتاع الترانزاكشن اللي هو اليوزنج ترانزاكشن. طيب وقلنا ان هو تلقائي بيعمل المفروض بيعمل كوميت ورول باك الحاجه، بس انا ريكومند اعمل حاجه دي بشكل مانوال، هو كان قايل لي كده في الدوكيومنتيشن بتاعه ريفت باول، فانا هقول له هنا ايه، اقول له ترانزاكشن دوت ستارت، انا كده هفتح الترانزاكشن. طيب بعد كده المفروض في الاخر بعمل ترانزاكشن دوت كوميت ان انا بخلص ترانزاكشن، داخل او ما بين الحاجتين دول ببدا اعمل الحاجات اللي فيها تغيير في الموديل اللي هي هنا بالنسبه لي، اللي هي بالنسبه لي دوكيومنت دوت كرييت دوت نيو فلور اللي هو هيبدا يرسم الفلور نفسها، يبقى هنا كل الحاجات دول كل اللي ما غيرش حاجه في الموديل، كنت بجيب داتا من الموديل، بجيب الاوفسيت، بجيب الكيرفز، بجيب الكلام ده كله، لكن هيبدا هنا غير في الموديل، هيبدا يرسم حاجه او هيعدل حاجه يبقى هيبدا يعمل لازم يعمل ترانزاكشن. يبقى انا اقول له دوكيومنت دوت كرييت دوت نيو فلور بياخد ايه؟ قلنا بياخد في اكتر من اوفرلود، فاحنا قلنا الحاجه اللي فيها اربعه بارامترز، اول حاجه البروفايل اللي هو كيرف اري اللي هو كيرف اري احنا عملناه من شويه، تاني حاجه نوع الفلور اللي هو الفلور تايب اللي هو احنا لسه جايبينه من شويه اللي هو الجينيريك 300 اللي هو فلور تايب اللي احنا لسه جايبينه، بعد كده الليفل خلاص احنا استقبلنا الليفل من شويه جبناه من الليست بتاعه الوورز يبقى اقدر اقول له الليفل، بعد كده نوع البلاطه لو استراكشرر خليها ترو
لو اركتكشر بخليها فولس، فانا هخليها اركتكشر يبقى اقول له فولس. طيب كده هيرسم الفلور. عايزين نعمل هنا كومنت، نقول له مثلا هنا كرييت ذا فلور، هنا ممكن نقول له مثلا ستارت ترانزاكشن، هنا ممكن كوميت شينز تو ذا موديل، يعني سيف الحاجات اللي حصلت للموديل. طيب مش هو ممكن هنا يحصل ايرور، يعني ممكن هو بيرسم الكلام ده يحصل ايرور، فانا المفروض نعمل ايه؟ ممكن اعمل تراي وكاتش، يعني اقول له ان لو حصل اكسبشن او حصل ايرور يرجع كل الحاجات. فانا ممكن هنا اقول له تراي وادخل الكلام ده كله داخل التراي، ولو حصل ايرور يعمل كاتش الايرور ده خدناه المره اللي فاتت، يعمل هنا ايه؟ يبدا يعمل يخلي المسج اللي هي في اول الحاجه اللي هنا دي اللي هو السترينج مسج، يخلي اليوزر يظهر له مسج معانا فيها المشكله، يبقى يقول المسج بتساوي الايرور دوت مسج او الاكسبشن دوت مسج، وبعد كده يعمل ترانزاكشن دوت رول باك يرجع كل الحاجات اللي حصلت. طيب وبعد كده هيخلي الريزلت بتساوي ريزلت دوت فيلد. طيب هنا ممكن نقول له هنا ايه؟ assign message to user، او ممكن assign the error message to the user. طيب هنا ممكن نقول له ايه؟ roll back changes the model، يعني هنا رجع كل اللي حصل في الموديل اللي هو الكريشن بتاع الفلور، لو حصل فيه مشكله رجعه تاني. وبعد كده خلاص هنخلي الريزلت تبقى فيلد. طيب في حد بيسال السيشن موجود امتى؟ هو كده كده الباشمهندس عمر بينزلها على اليوتيوب، وبتبقى موجوده لايف على الفيسبوك على بيم اريبيا، وبرضه انا بنزلها على اليوتيوب بتاعي، فكده كده تبقى موجوده ان شاء الله، لو حد عايز يراجع حاجه هتبقى موجوده ان شاء الله. احنا كده المفروض ان احنا خلصنا الحاجه اللي احنا عايزين نعملها، عايزين بقى ايه؟ نجرب اللي احنا عملناه ده. طيب احنا تاني قلنا بنعمل ايه عشان نسيف الادن او نوصل اليوزر؟ كنا عاملين حاجه اسمها، او كنا واخدين حاجه المره فاتت اللي هي المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي ده، اللي هو بنسجل البيانات الخاصه بالادن. فانا ده كده كان بتاع الكوماند بتاع اللي هو اسمه ايه ده، هو كان جيت انت انفو. فانا ممكن اخد الكلام ده كوبي واعمل كوماند تاني واسميه بالحاجه اللي انا عايز اسميها، اللي هو مثلا كرييت فلور تو، او كرييت فلور فروم وولز. طيب نفس اسم الفايل مفيش مشكله. طيب هنا اسم طبعا الكلاس مختلف، فانا ممكن اخده كوبي عشان ما يبقاش فيه لخبطه واحطه هنا. وبعد كده الديتيلز بتاعتي وليكن مثلا وولز تو فلور، أو ممكن create floor by walls مثلا هنا، أو خلي ده مثلا description، وخلي ده التكست بتاعي مثلا create floor أو floor to walls. بعد كده خلاص ليه مفيش مشكله، قلنا ان نوت فيجبل وان اكتف دوكمنت، يعني لازم يكون الدوكمنت اكتف عشان يظهر الادن ده. اخر حاجه لازم نعملها نغيرها اللي هي ايه؟ الجود، او اللي هو الجلوبال يونيك ايدنتيفاير. قلنا ان احنا لازم نعمل لكل كوماند يكون مختلف عن الثاني. كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنيجي على التولز هنا، كنا بنعمل كرييت جود، بنعمل نيو، بناخد الكلام ده كوبي بنحطه هنا، نبدا نشيل الزيادات دي مش عايزينها. ده احنا كده خلصنا. كنا بنعمل ايه بعد كده؟ كنا احنا مسجلين في البروجكت، خلاص ده قلناه المره اللي فاتت، كنا مسجلين في البند ايفنت ان هو بيروح يعمل كوبي للملفات في الباص بتاع الادنس بتاعت الريفت. فده خلاص احنا قلناه قبل كده فمش هنقوله تاني. هنعمل بس بيلد، مجرد ما نعمل بيلد هو هيعمل هيروح يودي الملفات دي. هنعمل ريبيلد سوليوشن، قال لي خلاص في 3 فايلز كوبيد وسكسيد. طيب نفتح بعد كده الريفت، لو جينا فتحنا الريفت كده عايزين نجرب الادن اللي احنا عملناه، اللي هو بيعمل ايه؟ المفروض بيسلكت الوولز، بعد ما يسلكت الوولز يبدا يرسم الفلور اللي من نوع جينيريك 300. هو هنا هيقول لي في ملفين انت حاططهم، واحد اسمه element details
نقول له ماشي. والتاني اسمه فلور فروم وولز اللي هو الادن التاني، اللي هما الاثنين ادنز اللي احنا لسه حاطينهم في الملف بتاع الفيجوال ستوديو. عايزين نفتح ملف، انا كنت مجهز ملف فيه الحاجات اللي احنا عايزين نستخدمها اللي هو ملف الريفت ده اللي هو فيه الوولز. طيب هنا في ملف فيه خمس حوائط او خمس بنسميها رومز مثلا او خمس اوض موجوده. المفروض ان انا لو عملت سيلكت الكلام ده واستخدمت الامر يرسم فلور في الباوندري دي، نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا. هنلاحظ هنا ان هنا الوولز كلها نفس الويدث اللي هو 200 مللي عشان نجرب الفكره اللي احنا استخدمناها بتاع الاوفست. وهنا تلاقي مثلا هنا 300 مللي، هنا 300 مللي، هنا 200، هنا 200. يعني بحاول اجرب اشوف الادن هيشتغل على اكتر من وول ولا لا. ونفس الكلام لو الوولز دي مش نفس السمك هل هيحصل مشكله ولا لا. طيب خلينا نبدا ونشوف الادن. ندخل على الاكسترنال تول، هنلاقي فيه الحاجتين اللي احنا كنا عاملينهم اللي هم الالمنت ديتيلز اللي كان بيجيب الالمنت انفورميشن، وتاني حاجه اللي هو فلور فروم وولز. طيب لو دوسنا عليه هيقول لي ايه سيلكت مالتيبل اليمنتس، يعني اعمل سيلكت الحاجات انت عايز تعمل سيلكت عليها. طيب نلاحظ هنا لو انا جيت اقف على السكشن اوبكس بوكس ده مش هقدر ان انا او السكشن ده مش هقدر ان انا اعمل عليه سيلكت، هو مفيش اكتف ان انا اعمل سيلكت، لكن ممكن اعمل اكتف على مجرد بقف على الوول بيعمل لي علامه بلس، يعني اقدر اعمل عليها سيلكشن. ليه الكلام ده؟ لان احنا عملنا السيلكشن فلتر. يبقى ده كده فايده السيلكشن فلتر ان احنا ما يقدرش يعمل سيلكت غير للوولز. طيب فخلينا نبدا نعمل سيلكت للوولز كده ونعمل فينيش. مجرد ما ادوس فينيش المفروض ان هو يكون رسم فلور في الباوندري بتاعتها. طيب نتاكد كده، نقف عليها تاني هنلاقي فعلا في فلور اترسمت. يعني وجينا وقفنا كده هنلاقي ان هنا في فلور، نعمل دي سيلكت للوول، في فلور من نوع جينيك 300. يبقى انا كده الادن بتاعي شغال زي الفل. لو جينا وقفنا في ال 3 دي هتلاقيها برضو في فلور اترسمت. لو جينا على الوول دي لقينا في فلور مرسومه اللي هي الفلور تحت دي، يبقى انا كده رسمت فلور فعلا. طيب نرجع تاني نجرب الادن على مجموعه الوولز دي، فهاجي برضو على الاكسترنال تول اقول له. طب خلينا قبل ما نجرب عايزين نشوف حاجه تانية. مش احنا قلنا ان الترانزاكشن بينضاف لقائمه الاندو، يعني انا لو جيت عملت كنترول زد هيرجع فيها. طيب عايزين نتاكد من الكلام ده. لو وقفت هنا ليه بيقول لك ايه؟ بيقول لك اندو لو دوست كنترول زد بيرجع اخر حاجه انت عملتها. طيب لو جبت القائمه بتاعتها هتلاقي ان في حاجه اسمها وولز اللي هي اسم الترانزاكشن اللي احنا عملناها او سميناها واحنا بنعمل الترانزاكشن. وبالتالي اقدر لو دوست يبدا يعمل كنترول ايه الحاجه اللي عايزين نعملها. طيب تمام. طيب عايزين نجرب بقى الادن على مجموعه الوولز الثانيه. طيب فدوس فلور فروم وولز عملنا سيلكت عليها فينش. طيب نيجي بعد كده نشوف هل في فلور اتعملت ولا لا. هنلاقي فعلا في برضه فلور اتعملت اللي هي جينيريك 300. طيب ده كلام جميل جدا. طيب عايزين نجرب هنا كده على الوولز دي. لو جينا عملنا طبعا انت هتجرب ليه؟ ما هم كلهم شبه بعض. طيب خلينا نجرب ونشوف. خلينا نجرب فلور تو فروم وولز وجاي نعمل سيلكت على دي دوس فينش. ضرب ايرور. ليه ضرب ايرور؟ طيب تعال نجرب كده على الفلور على الوول الثانيه. لو جينا جربنا على الوول دي وجينا عملنا على الوول دي برضه ضرب ايرور. لا هو ليه بيعمل هنا ايرور؟ مش هما كلهم زي بعض؟ طب لو جينا جربنا هنا مثلا فلور فروم وولز على مجموعه الحيطان دي برضه ضرب ايرور. هنا في مشكله في الكود بتاع المشكله. طبعا هو انا واخد بالي المشكله بس انا ما رضيتش، انا قاصد ان انا اخلي يبقى في مشكله في الكود عشان نعالجها مع بعض. بس انا عايز يعني ايه لو حد نفتح الفويس كده او نفتح المايك. احنا خلاص يعتبر خلصنا السيشن، فاضل خمس دقايق بالظبط ونخلص. خلينا ناخد بس كده اراء الناس، لو سواء حد عايز يكتب على الشات او في الفويس ليه الاثنين دول كانوا شغالين، او لو انا عملت فلور فورمول اشتغلوا ليه الثلاث دول ما اشتغلوش. يعني هو طبعا مش باين ان في فرق خالص في الوولز، بس يا ترى ايه من الحاجات اللي احنا قلناها النهارده اللي ممكن تخلي البراجم ما يشتغلش او تخلي يبقى فيه ايرور؟ ايه الحاجه اللي ممكن احنا نرسم فلور يحصل فيها ايرور وبالتالي يخلي ده ما يشتغلش؟ يعني اسيب دقيقه كده الناس لو تفكر، وحد عايز يكتب في الشات او حد عايز يفتح المايك. لا الليفل تمام، الليفل ما فيهوش مشكله ان هم كلهم في نفس الليفل. هو وجهه نظرك
وجه نظرك انك بتفكر صح، بس هم كلهم مرسومين في نفس الليفل. لو وقفت على الوول هتلاقيهم كلهم نفس الليفل، كلهم نفس الليفل، فدي مش المشكله. يعني انت عندك حق، لو هم مش في نفس الليفل كان هيحصل مشكله، بس انا في الحاله دي مش هي دي الكيس اللي عندنا. ايه ترى ممكن يكون في ايه الكيس اللي عندنا فيها مشكله؟ لو حد يفكر كده، انا كده كده طبعا هقول على الحل، بس انا يعني حابب الناس تفكر حاجه احنا قلناها، قلنا لازم تبقى موجوده في رسمه الفلور. طيب هفتح لك 3D مفيش مشكله. ادي 3D، هما كلهم زي بعض بالظبط. فيا ترى ايه بقى المشكله؟ يعني ايه اللي ممكن يكون فيه مشكله مثلا؟ التايب وول، لا هو التايب وول ما فيهوش مشكله برضو. ليه؟ لان انا هنا 300 مللي 200، 300 مللي 200 واشتغلت عادي. يعني حتى لو مش نفس الوول ما كانش فيها مشكله، فواضح ان المشكله مش في الوول. سؤال بعيد عن الكورس، الفيجوال بيزك موجود في الفيجوال ستوديو، بس هو يعني زي ما تقول كده بقى قديم، فما عادش بينزل عليه الحاجات الحديثه اللي مايكروسوفت نزلها. فالافضل طبعا لو تقدر تستخدم سي شارب يبقى افضل. لو حد يقدر يجاوب، انا قدامي دقيقه بالظبط، لو ما حدش جاوب هبدا اقول ايه المشكله او ايه الحاجه اللي بتعمل الايرور ده. ليه الاثنين دول اشتغلوا، الثلاث دول ما اشتغلوش؟ لو حد عايز يفتح المايك او يكتب على الشات حاجه احنا قلناها، مش حاجه جديده. يعني انت رجعت كده اللي قلناه، الاي دي، لا الاي دي ملوش علاقه بالكلام ده. هما كده كده هو سيلكت الهولز ايا كان الاي دي بتاعها عباره عن ايه. حد هيجاوب ولا اقول؟ حاضر هوريك الكود مفيش مشكله. بس طب خلينا عشان ما نضيعش وقت، هو المشكله مش في الكود، المشكله في الموديل. فانت الكود مش هيفيدك بحاجه. لا احنا قلنا عايزين نرسم الفلور معماري، ما الور مالهاش علاقه بالموضوع، فدي برضو مش المشكله. طيب انا عشان وقت ما يضيعش، انا يعني ايه، طب انا هسهل لكم الموضوع شويه، ممكن حد يجاوب، يعني هسهل الموضوع شويه. طيب تعال نرسم كده وول من اول وجديد ونشوف هيحصل ايه. طيب تعال نرجع تاني الليفل، سيبك من الوورز دي خلاص، تعال نرسم احنا وول. وليكن مثلا هنرسم وول دلوقتي، ادي وول ادي وول ادي وول، تمام. عايزين نرسم مجموعه وول ثانيه، وليكن مثلا ادي وول ادي وول ثانيه ادي وول كمان ادي وول كمان، خلاص. طيب عايزين نرسم كده ونستخدم فرور في المور، عايزين نبدا نستخدمها على الولز دي. هندوس هنلاقيها اشتغلت تمام. لا اشمعنى اشتغلت هنا بقى ما كانتش مشتغله دلوقتي؟ تعال نجرب على الولز الثانيه دي، فرور في المور، نرسم هنا اضرب ايرور. طب حد لاحظ بقى ايه اللي حصل؟ يعني انا كده رسمتها قدامكم، يبقى اكيد في حاجه في الموديل وانا برسم، خلت ده ما يشتغلش وخلت ده يشتغل. هل بقى حد عنده فكره ايه اللي ممكن يكون حصل؟ اللوب بالظبط كده، يبقى المشكله في الكيرف لوب. المشكله في الكيرف لوب، ايه المشكله في الكيرف لوب؟ تعال نرجع كده نشوف وانا برسم ايه اللي حصل، او انا برسم ازاي، او الكيرف لوب ايه المشكله فيه. احنا قلنا ان الكيرف لوب لازم يكون فيه مجموعه شروط، يبقى الشروط دي ما اتحققتش، وبالتالي هو ما قدرش يرسم الفلور. طيب ايه المشكله في الموديل ده او الحل بتاعها؟ انا هقول المشكله هشرحها بالتفصيل دلوقتي في الباوربوينت، بس الافضل ان انا مش هحلها معاكم بالكود النهارده، بحيث لو حد عنده يعني عنده فكره ان هو ممكن يحلها ازاي، يعني على المحاضره الجايه. المحاضره الجايه اخر محاضره ان شاء الله. المحاضره الجايه المفروض احنا كنا هنتكلم على الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نزود بيها النولج بتاعتنا في ريفيتيف اي، وفي نفس الوقت هناخد شويه ريفرنس وريسورسز ممكن نستخدمها، وازاي ان احنا نصدر البلاجن ده لو عايزين نديه ليوزر ونخليه يبقى شكله كويس. فممكن في المحاضره الجايه في بدايتها نقول حل المشكله ككود، يعني نشوف ايه الحل اللي ممكن نعمل بيه المشكله. بس انا هسيبها من غير حل، يعني هقول طريقه الحل بالظبط بس من غير ما اعمل الكود، بحيث لو حد عايز يفكر والمره الجايه ممكن اشوف الحل منكم. حتى لو ما حدش عنده خلفيه في بروجرامنج مش شرط انه يكتب الكود، يعني المره الجايه ممكن في اول المحاضره
ممكن الناس تكتب طريقه الحل حتى لو بالعربي، يعني يقول بس انا هعمل كذا كخطوات حل، او يكتب بالانجلش او ايا كان اللغه بتاعته، ممكن بس يقول ايه اللي ممكن يعمله او ايه اللي ممكن يحل بيه المشكله، مش شرط يكتب كود عشان مش كل الناس عندها خبره في الكود. هو الفكره بس في طريقه الحل بشكل عام كتنظيم في الحل. طيب تعال نرجع للباور بوينت ونشوف ايه المشكله قبل ما نخلص السيشن بتاعه النهارده. طيب احنا كنا خلاص بنرسم الفلور وعملنا البلوجن، اتضح ان في مشكله. المشكله اسمها ايه؟ اسمها كيرفز كونتيجوتي. كونتيجوتي دي معناها ان الكيرف لازم يكون كونتيجوس، بمعنى ان الكيرفات تكون فيها كونتيجنز معينه بحيث ان هي تكون متصله مع بعضها ويكون في سيكونس معين في الكيرفات دي، ولو ما اتحققتش يبقى في ديسكونتيجوتي او ان مفيش اتصال ما بينهم او مفيش الكونتيجنز دي مش متحققه. طيب فايه ايه اللي بيحصل؟ خلينا نشوف الوورز اللي كنا نسمينها صح او كنا نسمينها بشكل مظبوط، وبالتالي لما جيت طبقت عليها البلوجن كانت شغاله بالظبط. بالظبط نفس اللي انت قلته بالظبط كده. دي احدى المشاكل، لو في حوالي مشكلتين او ثلاثه دي واحده منهم كده مظبوط. طيب فدلوقتي انا برسم وول. هرسم مثلا وول ازاي؟ ولكن دي اول وول اللي هي رقم واحد دي. خلينا نبدا نرسم البوينتر. اول وول اللي هي دي، فانا هرسمها ولكن مثلا كل الحوائط عندي طولها 5 متر، فانا هرسم من الصفر والصفر للخمسه والصفر، ده كده الستارت والاند بتاع الحيطه. بعد كده وانا برسم هرسم الحيطه الثانيه برضو بنفس الطريقه. طيب بعد كده هرسم الحيطه الثالثه بنفس الطريقه، بعد كده الحيطه الرابعه بنفس الطريقه. لو انا جيت عملت الحيطه دي بنفس الترتيب ده بنفس كل البيانات دي وجيت رسمتها يبقى كده مظبوط. لو انا جيت عملت عليها الادن بتاعنا او البلوجن بتاع الفلور هيدينا نتيجه مظبوطه، وهيرسم في الباوندري بتاع الوولز دي هيرسم الفلور اللي هي جينيريك 300 مللي. طيب كان عندي وول تانية، الوول تانية دي مثلا كانت مرسومة بالاتجاه ده، اول وول اللي هي الوول دي مرسومة بنفس الاتجاه عادي من الصفر صفر للخمسة والصفر، بس تاني وول اللي انا هرسمها دي مرسومة في الاتجاه العكسي. لو ناخد بالنا انا المفروض بدأ من الشمال اليمين، المفروض ابدأ من اليمين هنا من تحت واطلع بنفس الاتجاه عشان يبقى فيه كونتينوس، يبقى نقطة الاند هنا هي الستارت بتاع الكيرف اللي بعده او اللاين بعده. بس انا لما جيت رسمت العكس من فوق لتحت، هي صحيح نفس النقط بس الستارت بقت هي الخمسه والخمسه والاند بقت خمسه والصفر مش العكس. طيب جيت بعد كده رسمت الكيرف الثالث ورسمت الكيرف الرابع، يبقى انا عندي مشكله في الكيرف ده. مشكله في ايه؟ في الدايركشن. يبقى نتيجه ان الدايركشن هنا مش هو الدايركشن اللي المفروض ترسم بيه، المفروض تبدا الستارت هنا والاند فوق، بالتالي بقى عندي ان اللوب كله ما بقاش كونتيجوس، ما بقاش بنفس الكونديشنز اللي عايزين نرسم عليها. طيب تعالى نشوف مشكله ثانيه، بدي احدى المشاكل. مشكله ثانيه ان ممكن ارسم الكيرف الاولاني وممكن اجي عند الكيرف الثاني ما ارسمش الكيرف اللي جنبه مباشره، يعني ممكن ارسم مثلا الكيرف اللي فوق وبعد كده ارسم الكيرف الثالث وبعد كده ارسم الكيرف الرابع. هنلاحظ رغم ان الدايركشن هنا مظبوط بس الاوردرنج او الترتيب بتاع الرسم مختلف، يعني انا رسمت اللي تحت الاول بعد كده رسمت اللي فوق بعد كده رسمت اللي على الشمال وبعد كده رسمت اللي على اليمين. لما جيت عملت برضو كان في مشكله، بس المشكله دي في الاوردرنج او في ترتيب، فاصبح عندي مشكله في الجزء بتاعه الكيرف. طيب المشكله الثالثه، المشكله الثالثه ممكن تحصل ان انا ارسم برضو في الاتجاه ده وبرضو ارسم هنا اللي فوق الاول وارسم الشمال وابدا اعمل مشكلتين مع بعض، يعني ابدا اغير في الترتيب وفي نفس الوقت الاتجاه فيه غلط، يعني دلوقتي الكيرف اللي على اليمين ده اللي هو الراسي ده الاتجاه بتاعه غلط وفي نفس الوقت الترتيب بتاعه المفروض يبقى رقم 2، يبقى عندي مشكله في الاوردرنج في الترتيب في الدايركشن في نفس الوقت، يبقى عندي مشكله في الكونتيجوتي بتاعه الكيرفز. طيب يبقى المشكله ثاني باختصار عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا المفروض لما اجي ارسم الموديل لو رجعت ريفت لو جيت ارسم مول لازم ارسم مول بالشكل ده. انا هبدا من نفس النقطه اللي وقفت عندها ارسم الول اللي بعده، من نفس النقطه اللي وقفت عندها ارسم الول اللي بعده وهكذا. حتى لو انا هرسم في الاتجاه عكس عقارب الساعه او مع عقارب الساعه مش مشكله، بس لازم يكون في نفس الاتجاه. لكن لو انا جيت رسمت الوول بالشكل ده بعد كده جيت رسمت الوول الثانيه كده، يبقى انا كده في مشكله في الاوردرنج، في مشكله في الترتيب، ده نفس اللي انا عملته فوق من شويه. طيب لو انا جيت برضو رسمت الوول بالشكل ده كده ورسمت ترتيب مظبوط بس عكست الاتجاه بقى من فوق لتحت وجيت كملت بعد كده، ده برضو هيدي مشكله.
طيب دلوقتي ممكن حد يقول طب انا دلوقتي يعني المفروض انا ما اجي ارسم الموديل، اجي ابقى عارف انا برسم ازاي. طب فرض انا عندي موديل جاهز في مثلا حوائط كتير جدا، هل بقى المفروض انا امشي اعدي عليهم اشوف مرسومين ازاي وبرضه مش هعرف ساعتها هو مين اللي مرسوم قبل مين؟ فطبعا مش طريقه حل. يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا هي اسمها سواب، لو قصدك على سواب يبقى صح، سواب مش سويب، لو قصدك على سواب يبقى صح. طيب المفروض ان انا بعمل ايه؟ المفروض ان انا الاول في الموديل قبل ما هو يرسم المفروض الكيرفز او الكيرف لوب دي المفروض يتشيك الاول على الاوردرنج وعلى الدايركشن، يتاكد ان الاوردرنج والدايركشن بتاعها مظبوط، لو مظبوط تمام يرسم، لو مش مظبوط يبدا يعدلهم. طيب هنعدلهم ازاي؟ انا كده خلاص قلت المشكله اللي عندنا او المشاكل اللي عندنا، الاوردرنج والدايركشن، والاثنين ممكن يبقى في نفس الحاله اوردرنج والدايركشن مع بعض. كده قلنا المشكله وقلنا الحل هيبقى عباره عن ايه. طيب الحل ككود انا مش هقولها النهارده، هنخليها في بدايه المحاضره الجايه. ده كده سبب اول حاجه المحاضره تقيله جدا فكده هنكون طولنا. ثاني حاجه المحاضره الجايه ان شاء الله هتكون صغيره، هنشرح فيها بعض الحاجات اللي لو عايزين نطور من نفسنا، وفي نفس الوقت لو احنا عايزين نصدر البلوجن ده لليوزر فمش تبقى محاضره تقيله، فخليها في بدايه المحاضره الجايه. بس خلينا نتفق مع بعض، عندنا هوم ورك صغير، طبعا هو مش اجباري اللي عايز يعمله، ان احنا المحاضره الجايه عايزين نشوف لو حد عمل الكلام ده، حتى لو هيكتب بس ملف تكست كده، حتى لو ملف صغير مش شرط يعمل كود، ممكن يقول لي مثلا خط رقم 1 هنعمل كذا، خطوه 2 خلينا نطور نكبر الخط شويه، خط رقم 2 كذا، خط رقم 3، يعني يقول لي بس خطوات حتى لو مش كود، يقول لي مثلا خطوه اولانيه هنقوم بعمل كذا، الخطوه الثانيه هنقوم بعمل وهكذا، يقول لي بس طريقه الحل اللي ممكن نحل بيها المشكله دي عشان الناس تبدا تشغل يعني تشغل مخنا شويه في طريقه الحل بتاع المشكله. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان المحاضره الجايه ان شاء الله نشوف الحاجه دي ونبدا نشوف الحل بتاعها عباره عن ايه. بالظبط سواب فانكشن دي هتحل مشكله الاوردرنج، سواب فانكشن هتحل مشكله الاوردرنج، مشكله الدايركشن شوف بقى تحلها ازاي. يبقى انت كده سواب فانكشن دي ما فيهاش، دي كده صح، الدايركشن بقى شوف هتحلها ازاي. ولو حد هيجيب حل يعني يحاول يكتبها بخطوات حتى لو مش كود، يقول مثلا هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا، هنشيك على كذا، لو لقى كذا يعمل كذا، لو ما لقاش كذا يعمل كذا، وهكذا يعني حسب الكود اللي هنكتبه. طيب احنا كده خلاص عرفنا المشكله بتاعت البلوجن وعرفنا المفروض الحل يكون ايه، وقلنا المره الجايه نشوف الحل. طيب قبل ما ننهي المحاضره عايزين نشوف خدنا ايه النهارده، النهارده في اليوم ده احنا خدنا الترانزاكشن، عرفنا يعني ايه ترانزاكشن وعرفنا التايب بتاع ترانزاكشن، قلنا ان في حاجه انواع الترانزاكشن بالنسبه لنا ايه، والمودز بتاعتها اللي هي ريد اونلي والمانوال. قلنا الريد اونلي ده لو مش غير في الموديل، لو مجرد انا بجيب حاجه من الموديل، والمانوال لو انا بعمل تشينج في الموديل او بغير في الموديل، سواء بعمل كرييت ابديت ديليت وهكذا. طيب بعد كده خدنا ان احنا ممكن نعمل سيلكشن لبعض الاوبجكت بيزد على كاستم فلتر زي السيلكشن فلتر، وطبقنا على الول سيلكشن فلتر. طيب بعد كده قلنا ايه؟ قلنا حاجه اسمها الفلتر دي اليمنت كولكتور، بتعمل ان انا بجيب حاجه من الموديل بكولكت اليمنت الموديل اكوردنج تو فلتر معين، زي مثلا قلنا من شويه الفلور تايب، بنجيب الممنوع فلور تايب اللي الاسم بتاعها جينيريك 300 مللي. طيب بعد كده خدنا الاليمنت لوكيشن، قلنا ان في حاجه اسمها لوكيشن بوينت زي مثلا الفاميلي بتاعه التيبل، ولوكيشن كيرف زي الوول مثلا. بعد كده قلنا ان في حاجه اسمها كيرف لوب، قلنا دي عباره عن تشين او سلسله من اللوبس، والكيرف اري دي اللي بقدر ارسم بيها البروفايل بتاع الفلور. طيب بعد كده خدنا الميثود بتاعه النيو فلور وشرحناها بالتفصيل وقلنا بنستخدمها ازاي وطبقنا عليها. وبعد كده عملنا الادن بتاع الكريت وول فروم او كريت فلور فروم الوورز، واخر حاجه ناقشنا الكيرفز كونتيجوتي او اللي هي الكونتينوس بتاعه الكيرف، وقلنا المشكله عباره عن ايه. وقلنا المره الجايه ان شاء الله في اول المحاضره هنشوف الحل بتاعها ونشوف لو في حد فكر فيها ممكن يبدا يوريها لنا او يكتبها على الشات يقول ايه طريقه الحل او يشارك معانا بالمايك، مفيش مشكله. فانا كده خلصت المحاضره الثانيه، لو في حد عنده اي اسئله ممكن يفتح المايك او على الشات، هبقى مرحب يعني باي اسئله ممكن حد يسالها ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس على حضرتك على المحاضره ديت، يا ريت يا جماعه لو حد عنده سؤال يبعته على الشات.
هو بالنسبه للاسئله الخاصه بالكورسات اللي ممكن نستخدمها والكلام ده خليها في المحاضره الجايه، عشان المحاضره الجايه اصلا اسمها نيكست ستيبس، فهنقول فيها الخطوات اللي ممكن نعملها عشان نتعلم السي شارب او نتعلم ريفت بي اي او نطور من نفسنا او الدوكيومنتيشن او الكلام ده كله. فاي حاجه خاصه بالمحاضره الجايه خليها للمحاضره الجايه. لو في اسئله في المحاضره النهارده ممكن استقبلها، ممكن مثلا ندي دقيقه كده لو في حد عنده اسئله سواء بالمايك او بالشات. طيب غالبا كده ما فيش اسئله، فبالمره الجايه اتفقنا. طيب في سؤال هنا، ممكن نعمل منيو زي بروجكت براوز؟ انت بتتكلم زي لو احنا عايزين نختار نوع الفلور يعني او كده، انا مش فاهم قصدك ايه بالظبط. لو قصدك على كده احنا قلنا ان ممكن حاجه زي كده تعمل، بس قلنا مش هنغطيها في الشرح بتاعنا عشان هتبقى يعني هتاخد وقت اكتر. احنا بنحاول نستخدم الحاجه اللي فيها استخدام مباشره للريفت اي بي اي، يعني ما ندخلش معانا الويندوز فورمز او اليو ال يو اي ابلكيشنز بتاعت الويندوز او الدبليو اف او الكلام ده كله. لكن ممكن انت تستخدم طبعا، يعني ممكن تعمل واجهه تطبيقيه يو اي زي مثلا اي برنامج بتشوفه على الويندوز وتخليه يتعامل مع ريفت بي اي، ده ممكن. مفيش الحقيقه جروب، ما اعرفش ممكن نفكر نعمل جروب، لو يعني ما عنديش مشكله في حاجه زي كده، بس هو حاليا لسه مفيش. وعامه يعني لو في اسئله ممكن حضراتكم تسالوها على البيم اريبيا او تسالوني شخصيا على صفحه الفيس، البيانات بتاعتي موجوده على الصفحه زي ما انتم شايفين. طيب يبقى كان ان شاء الله خلصنا محاضره النهارده. المحاضره الجايه في اول المحاضره اول خمس دقايق كده هنستقبل لو حد عنده طريقه الحل اللي ممكن نعمل بيها المشكله بتاعه الكونتيجوتي بتاعه الكيرفات. مفيش مشكله لو انتوا حابين ممكن تكلموا الباشمهندس عمر سليم او المسؤولين في اريبيا، وانا ما عنديش مشكله يعني ممكن ما بينكم يعني ممكن حاجه زي كده تعمل، انا ما عنديش مشكله في حاجه زي كده. ممكن هو بعد كده باشمهندس يبقى يضيفني وانا موجود معاكم، مفيش مشكله ان شاء الله يعني. طيب انا كده خلصت ان شاء الله. المحاضره الجايه يوم الاربعاء اخر محاضره هنتكلم فيها على الخطوات الجايه في ريفيتي بي اي، وهنشوف حل المشكله بتاعه الكيرفز دي، ونستقبل يعني ريت لو حد لو واحد او اثنين ثلاثه حتى يشوف ايه اللي ممكن يعمله، يفكر فيها كده مع نفسه يشوف ايه اللي ممكن نحل بيه المشكله بتاعه الكيرفات. انا هديكم هنت صغير كده عشان لو حد عايز يبدا يحل المشكله، هتدور على حاجه اسمها سورتنج الجوريزم. سورتنج الجوريزم ده اللي هو الالجوريزم اللي ابدا اعمل بيه ترتيب لحاجه مش مترتبه، دي هتبقى مفتاح الحل بتاعك. طبعا ده مش الحل لوحده، انت مفتاح عندك مشكله الدايركشن عندك مشكله الاوردر، فدورت على حاجه زي كده ممكن تلاقي الحل. ممكن تكتب سورتنج دايركشن تكتب جنبها كلمه ريفت بي اي على جوجل، هيبدا لك بعض الحاجات ممكن بعد كده توصل لطريقه الحل. فانت ممكن تدور على حاجه زي كده حتى لو مش تكتب الكود، ممكن بس ان انت تكتب الخطوات زي ما قلنا كده بالعربي او بالانجلش او ايا كان. ونشوف مع بعض المحاضره الجايه. انا كده خلصت. لو كده خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.